مشاهدينا في كل مكان مساء الخير واهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقه جديده من حلقات الاهلي ليله، ولكن اليوم لقاء مختلف لاننا بنبدا مع حضراتكم النهارده سلسله من اللقاءات الدوريه الاسبوعيه اللي هتكون ان شاء الله بشكل ثابت على شاشه قناه الاهلي ومن خلال الاهلي ليله مع الناقد الرياضي الكبير والاعلامي الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي، وده اللي بنبداه النهارده وتكون انطلاقه لكاتبنا الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي للحديث وتحليل المشهد الرياضي والكروي والكثير من الامور المتعلقة بالنادي الأهلي وأيضا بالمجتمع المصري، حتى بعض الأمور البعيدة عن عالم الرياضة وعالم كرة القدم. اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أشير سريعا إلى أن الفقرة الثانية النهاردة هتكون مع زميلي العزيز أمير هشام، وهيكون فيها لقاء مع واحد من نجوم خط الهجوم في الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي الكابتن عمرو جمال، وده هيكون الحوار الثاني اليوم في الأهلي الليل. خلونا سريعا نبدأ بالترحيب بضيفنا الكبير الناقد الرياضي والإعلامي الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي. مساء الخير. مساء الخير. سعداء بوجود حضرتك معنا أستاذ. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. خلينا نبدأ بحديث الساعة في الشارع الكروي والرياضي. حضرتك أكيد سامع الجدل الكبير، الدوري هيستمر ولا لأ، الدوري هيتلغي ولا لأ، حالة المشادات الموجودة في الوسط الكروي وبين بعض قيادات الأندية والحديث عن تعديلات من عدم ويمكن أن تحدث في جدول الدوري، حضرتك شايف الكلام ده إزاي؟ أنا شايف إن في إطار الحاجات اللي مش مفهومة بتحصل، لأن الذي حدث للدوري كان متوقع ان يحدث. فكره ان يبقى في تاجيلات وكلام ده معروف من اول الموسم، واعتقد ان اتحاد الكوره قال هذا الكلام، بس اعتقد ان اتحاد الكوره ما ترجمش هذا الكلام ما ترجمش هذا الكلام للواقع ولا حاجه. كان معروف من اول السنه ان السنه دي سنه استثنائيه، لان الكاف بيغير مواعيد المسابقات بتاعته، ومن ثم هيبقى في تعديل وتغيير عشان يظبط نفسه مع البطولات الاوروبيه او مع الاتحاد الدولي. فدي كانت معروفه. نمره اتنين، ان الاول مره احنا دخلنا اتعمل عندنا كان عندنا في, في, في وقت واحد بطوله افريقيا، سواء ابطال الدوري او الكونفدراليه، وعندنا كاس وعندنا بطوله عربيه، ودي استجدت علينا، فبقى في جدول مزدحم. وبعدين احنا بنعمل كلام، يعني بنتكلم كتير ليه؟ وعايزين نفرق ما بين الكلام اللي بيتقال والواقع. اتحاد الكره مطلع للانديه كلها جوابات لجدول المباريات، فجدول ملتزم. جدول مباريات النادي الاهلي وفقا لقرار اتحاد الكره هيلعب 8 ماتشات في 26 يوم او حاجه زي كده، ودي اعلى نسبه ممكن اتجدها في العالم، ان كل 3 ايام 8 مباريات خلال 26 يوم. اللي هو في شهر فبراير، منهم حاجتين افريقي وسته دوري. طب هل المطلوب يعمل ايه؟ يعني الاهلي يلعب يوم ويوم مثلا، ولا يلعب على سطر ويسيب سطر؟ ايه اللي مطلوب بالظبط يعني؟ فانا شايف ان الموضوعات كلها تنتهي، يستطيع اتحاد الكره ان ينهيها، وكان يمكن ان ينهيها لو هنالك. انما احنا هي المشكله بتاعتنا الى حد كبير، ان احنا من يوم ما عرفنا الكره دخلت عندنا واحنا لا بنعرف ميعاد بدء المسابقه ولا نهايه المسابقه. يعني في الدوري الانجليزي لو انت حضرتك عايز تعرف ميعاد المسابقه اللي بتبقى بعد 20 سنه ايه، حتى معروف التاريخ بتاعها امتى وكده. احنا ما عندناش ده، لان احنا ما بيعيش لنا تواريخ، احنا ما بنحبش القيد. يعني احنا ناس بنحب قوي ان احنا تطلع في دماغنا حاجه نعملها. يا رب تصلح يا رب. هنسمع مع حضرتك دلوقتي زميلنا فايز مجدي مراسل قناه الاهلي، ويقول لنا اخر التفاصيل المتعلقه بفريقنا الاول بعد الفوز الكبير في البطوله الافريقيه امام سيمبا التنزاني بخمسه اهداف نظيفه بالامس، وانطلاقه الفريق والاداء اللي بيتحسن ويتطور من مباراه لاخرى، وايضا معدل الاهداف. الزميل فايز مجدي مساء الخير، اهلا بيك واحنا سامعينك، قول لنا كل التفاصيل الخاصه باستعدادات الفريق الاول. مساء الخير عليك استاذ محمد الجندي، ومساء الخير طبعا على الاستاذ ابراهيم حجازي، وطبعا بمسي على كل جمهورنا ومتابعينا على شاشه قناه الاهلي. طبعا زي ما حضرتك قلت كده هو ان شاء ان طبعا كانت مباراه اكثر من رائعه، خماسيه نظيفه ان طبعا لصالح النادي الاهلي، وتعزز طبعا صدارته للمجموعه ب7 نقاط. سبب المران النهارده طبعا في الساعه 4 مساء تمام، استعدوا لمواجهه انبي في الدوري العام يوم الثلاثاء القادم، وابتدى المران ومحاضره طبعا في منتصف الملعب لمده 5 دقائق، وكان المران بالنسبه للقوام الاساسي كان مران استشفائي تمام، خفيف طبعا مع كابتن اليخاندرو مدرب الاحمال، كانت تمرينه خفيفه. وطبعا الكوان طبعا اللي هو ما لعبش المباراه امس، كانت مباراه كانت تمرينه خفيفه. لحظه واحده بس، كانت تمرينه خفيفه. كانت التمرينه عباره عن
اللعب الترفيهي بالكره تمام، وبعد كده تقسيمه في منتصف الملعب. حبيت اخد تصريحات وانتهى المران بالجري حوالين الملعب للقوام اللي ما لعبش، وبالنسبه للكابتن طارق سليمان والعلي لطفي برضه انتهى المران بالجري حوالين الملعب. حبيت ان انا اخد اي تصريحات بالنسبه للمصابين من الدكتور خالد محمود دكتور الفريق، لكن ابدا تصريحاته ان هو ما فيش اي تصريح هيطلع من خلاله الا من الكابتن سيد عبد الحفيظ، ده قرار من سيد عبد الحفيظ، اي تصريحات من خلال الفريق هتكون من خلاله فقط لا غير. انتظر طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ كان مستعجل جدا تمام، كان وراه مشوار يا دوبك ايه، طمنت على المصابين وطمني على ان كابتن مروان محسن ان شاء الله هيكون جاهز على اخر الاسبوع، والكابتن وليد ازورو هيكون بعد مباراه تنزانيا ان شاء الله هيكون برضه جاهز ان هو يتمرن مع الفريق بشكل اساسي، والكابتن احمد فتحي هيكون جاهز ان شاء الله في خلال 3 ايام، يعني ان شاء الله هيكون جاهز بعد مباراه انبي تمام، هيكون جاهز ان شاء الله مع الفريق. اما اخيرا برضو عن صالح جمعه، صالح جمعه ما حضرش التمرين النهارده، كان التمرين بالنسبه له كان في جيم لانه كان عنده اجهاد من التمرين في اليومين اللي فاتوا، حصل له اجهاد فكان بيتمرن النهارده منفردا في الجيم. بشكرك جدا زميلنا فايز مجدي مراسل قناه الاهلي ومتابعتك لاخبار فريقنا الاول لكره القدم. استاذ ابراهيم، تعليقك على ما جاء في هذه المداخله وبشكل عام رؤيه حضرتك للفريق بعد الفوز الكبير واداء الفريق بالامس والفوز 5-0 على سيمبا التنزاني. لا هو المؤكد ان الاهلي المباراه لعب مباراه كويسه في ظل الظروف اللي موجوده والاجهاد اللي موجود والاصابات اللي موجوده، ودي حاجه طبعا يعني صعب انها تتجمع في فرقه كده مره واحده. انما في الاول وفي الاخر لا تعامل ماتش كويس جدا، يعني ابتدينا نشوف اصل يعني دايما اي مدرب الناس فاكره انه لما بيمسك النهارده هيبان بكره، هو مش ساحر ده المدرب المفروض بياخد 3 اشهر و4 اشهر على ما يبان شغل. فالراجل بقاله المدرب الاهلي مستر لاسارتي بقاله شهر تقريبا دلوقتي، انما احنا شايفين ده على اساس ان بقى في جمل وفي لعب جماعي والكلام ده كله. ناس كتير بتستغرب تقول هو مدرب الشوط الواحد، مش الشوط الواحد انا كسبان 5-0، قالت نفسي ليه واحد يقول له تنط له عضله ولا تقع له بتاعه ولا مزق اللي كان لازم يعني او اصابه في التحامات مالهاش لازمه، وخاصه ان الفريق الحقيقه امبارح تنزاني ده اي كره بيكمله يعني بيكمل في اي لاعب يعني بيكمل في اي لاعب يعني هو ده جزء من ثقافتهم الكرويه يعني كور ويروح ضارب الحمد لله يعني تعدت يعني احنا حسين الشحات نجا من بفضل الله من اصابه كانت محتمله في اول المباراه واخد واحده في ركبته ايه فيعني فتعامل ماتش كويس. انا عايز اقول ان رجوع الاهلي ده فايده للكره المصريه، ان يكون هناك تنافس قوي جدا ما بين الانديه الاهلي والزمالك وكل ده فايده للكره المصريه وهو ده اللي يفيد الكره المصريه. الناس فاهمه ده في الوسط ولا يا استاذ افندم؟ الناس مستوعبه الرساله الجميله اللي حضرتك بترسلها دلوقتي ان طبيعه المنافسه وحلاوه الكوره وتاريخ الرياضه والكوره في مصر اهلي وزمالك والانديه اللي بتنافس معاهم دايما ان دي طبائع الامور. الناس مشدوده ليه طول الوقت كده؟ لا مش حكايه مشدوده، الكلام ده كان موجود زمان من 30 سنه ولا من كان ايام رحمه الله على الجميع جورج سعد رئيس مشجعي الزمالك وطول بصائر رئيس مشجعي الاهلي، كنت تشوف الجماهير اهلا بالتنافس واهلا انك انت تحب والانتماء وكل ده، انما نخش في سكه التعصب واحنا في سكه تانية لان احنا كده بنقسم. لان انا المفترض ان النهارده انك انت بتنتمي للاهلي وانا بنتمي للاسماعيلي وده بينتمي للزمالك وده بينتمي، المفروض ان هذا الانتماء بيمشي لسكه وبعدين بيتجمع كله على انتماء اكبر لغايه ما نوصل الانتماء للوطن. اما بنخش في الحته النص ده كلام مش مظبوط، والكلام المظبوط النهارده ما احنا بنشوف بره، احنا مش بنشوف الدوري الاوروبي دلوقتي او بطوله اوروبا الاداء او الدوري الانجليزي في الاسباني، بنشوف مش بتشوف النهارده الفرق بتلعب والفرقته خسرانه الناس بتسقف للفرقته وهي خسرانه، اصل هي دي رياضه، اصل مش خناقه يعني هي دي رياضه. فهو النهارده المفترض ان يكون ده لاسباب كثيره في انا بتصور ان لا يصح الا الصحيح، وكل هذه الحاجات اللي بتثير الشغف ده كل دي في سبيلها الى الزوال وهتقع، لان الناس بطبيعتها احنا كمصريين بطبيعتنا ما بنحبش الشتيمه وبنكره الكلام، انما انا ان يكون هناك تنافس بين الاهلي والزمالك ده مطلوب لان ده للصالح، اما ان يتحول الامر لكن بدون تعصب او بتحول الامر اصل التعصب يعني ايه؟ يعني انا النهارده طب انا يعني مثلا انا هضرب مثال مثلا بكره اليد منتخب كره اليد، وعايزه بالمناسبه احيي الرجال الناس لان الناس من الاذاعه واللي حصل الكلام ده فاكرين ان احنا عاملين انجاز عظيم جدا ان احنا نبقى تامن
العالم. كاس العالم تامن العالم ده انجاز عظيم جدا. ليه؟ لان احنا ما عندناش مسابقه محليه قويه زي الدوري الاوروبي. احنا عندنا اللعبات الاخرى بنتعامل معاها انها جايه مع العفش، جايه مع الكراكيب يعني بالنسبه للكوره، يعني هي كوره وبس. لما تيجي كره اليد ما نشوف بقى، هل احنا بقى لو مشينا التعصب ده يبقى مثلا فرقه فيها اتنين من الاهلي وثلاثه من الزمالك واربعه مش عارف منين ما يدوش لبعض يتخاصموا مثلا؟ ما هو لا، ولا تبقى مصيبه سودا بقى. فهو ده الفكره كلها. فالتعصب اللي موجود، انا بقول ان الاهلي عندما يكون الاهلي قوي والزمالك قوي والاسماعيلي قوي، انا حزنان على الفرق الشعبيه، الاسماعيلي والاتحاد كل الفرق المصري طبعا، الفرق الشعبيه ديت رايحين فين؟ المحله كل والفرق اللي خرجت من الدوري الممتاز ولم يعد، دول راحوا مش عارفين يطلعوا. احنا كان عندنا كفر الشيخ وقنا واسوان ده، لان ده كان لازم يرجعوا ولازم ترجع. انما بالحرتله اللي موجوده وبالاسعار اللي بقت موجوده واللعيب ما عرفش بقد ايه والكلام ده بقى صعب، وده فيه ظلم. ولابد ان حضرتك شايف مستقبل للانديه الجماهيريه دي، رغم ان ظهرت في الفتره الاخيره انديه الشركات والمؤسسات او الانديه اللي بيمولها حتى افراد، وانديه الهيئات زي الانديه اللي هي برضو بتتمتع بقدر كافي من التنظيم الاداري الجيد والتمويل المناسب زي انديه مثلا الشرطه والقوات المسلحه، فده كله خلاهم هم في المقدمه على حساب الانديه الجماهيريه. هل في المعادله دي الانديه الجماهيريه عندها فرصه ترجع؟ لا، لازم تاني يرجع تاني ندعم الانديه الجماهيريه. لازم ان انا كل محافظه، انت بتشوف يا محمد لما بتشوف الدوري الاسباني برشلونه بيلعب مع فرقه ثانيه، فرقه ساعات بتبقى 15 و16، شوف جمهورها قد ايه وشوف بيشجعوا ازاي مع انه بيلعب مع برشلونه وبيلعب مع ريال مدريد. احنا عايزين ده، انا عايز تاني يرجع ده، لان ده مهم جدا ده. اصل الكوره مش يعني الكوره لما تبص لها مش حكايه بتاع المدوره اللي بتنط ديت والناس اللي بتجري وراها. الكرة سياسة، والكرة جزء كبير جدا من النهاردة بحب انتماء لفرقة، ما هو ده جزء حاجة إنسانية يعني، لازم أبقى منتمي، بنتمي الأسرة وبعدين بنتمي المكان وبنتمي لحد لغاية ما انتمي للوطن. فالانتماء ده ظاهرة طبيعية. أنا لما بموت الرياضة أو الكرة اللي هي اللعبة الشعبية في الأندية دي كلها، أنا بضيع حاجات كتيرة جدا. لازم ترجع الأندية الشعبية. فانا النهارده رجوع الانديه الشعبيه ورجوع المنافسه للصالح، مكسب للعب طبعا، مكسب لحاجات كتير. وبعدين عايزين لازم نعرف، حد هيقول لي طب احنا مين نكسب، هنروح فين واحنا مستوانا ايه؟ لا، احنا نستطيع خلال 5 أو 6 سنين، واتحدى اي حد يقول غير كده او يكذب اللي انا بقوله، نستطيع خلال 5 أو 6 أو 7 سنين بكتير ان احنا نبقى زي المانيا زي برازيل، لان احنا عندنا المواهب زي اللي عندهم، بس هم بيعتنوا بمواهبهم واحنا لا. احنا لما طلع موهبه فطريه وبظروف ربنا سبحانه وتعالى، محمد صلاح مكسر الدنيا. عندك واحد دلوقتي احسن 10 في احسن 10 في احسن 3 في احسن 3 مش عارف ايه، عمل ايه، عمل مجموعه في قمه التصنيفات كلها في يعني. فهي دي القوه الناعمه بتاعت مصر. فانا النهارده ما نبصش للكوره انها تسليه وكوره ومش عارف، لا 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 لا، ما بقتش الكوره لعبه او تسليه. هل حضرتك بتقول انه شرط من شروط تطوير الكوره المصريه وعودتها بقوه للمنافسه عالميا في الفتره الجايه، يشترط لتحقيق هذا الهدف عوده الجماهير وامتلاء المدرجات بالجماهير وعوده الانديه الجماهيريه؟ ده عوده ده بس اللي قبل ده، وده بقى نتعامل مع الناشئين على ان هم دول اساس. عايز يبقى عندك كوره يبقى لازم تهتم بالناشئين، عايز عندك يبقى تعليم كويس لازم اهتم بمرحله التعليم الابتدائي، عايز يبقى عندي صناعيه كويسين يبقى لازم الولاد في سن صغيره اعلمهم ده. هي المرحله الاهم في حياه الانسان وفي البشريه، مرحله الطفوله. اما ان انا اطلع واحد كويس او اطلع واحد مش كويس. فانا النهارده في الناشئين، ما احنا عندنا مواهب، ما هم الانصاص والارباع والناس اللي هم على قدهم كده، دول مش بتاع بطوله، دول يلعبوا في رياضه الجميع. انا عايزهم يلعبوا، يلعب رياضه ويمارس رياضه ويلعب كوره وينبسط، بس في الرياضه للجميع. اما البطوله فلازم تبقى للمواهب والموهوبين. احنا اللي بيحصل ان احنا ما بنشوفش ونهتم بالموهبه الا لما بتوصل للفريق الاول، فتكتشف ان لياقته البدنيه عدمانه، وتكتشف انه نص مهاراته ما عندوش، نص مهاراته محدوده جدا، وتكتشف ان ثقافته الكرويه بقى صفر، لا عارف ياكل ايه ولا يشرب ايه ولا يتعامل مع شهره ازاي ولا يتعامل. فبنفاجئ فنص. نحلها ازاي الاشكاليه دي؟ سهله جدا. يعني انا لو بتكلم ان النهارده انا لو بصينا في النقد الذاتي، يعني انا هنخلينا ننتقد ما هو قائم في كل انديه مصر وفي اولها الاهلي، قطاع الناشئين في اللي مولود،
لو سالت حد من الجماهير تقول له عندنا مين في 17 سنه او مين من الجمهور، مش هقول لك بقى مدربين، يقول لك عندنا في 17 2 وعندنا في 15 3 وعندنا في 19، عارفين اللي هيكمله، يقصد اللي هيكمله. الله، يعني انا بصرف على 30 واحد علشان واحد اللي هيكمل في الاخر؟ ده كلام مش مظبوط. لا انا قدرت ادي التركيز الصح ولا اعمل تركيز، ولا قدرت اعمل الرعايه الصح للواحد ده اللي هو المفروض انه هيكمل. لا انا بلغي الكلام ده كله. لا يجب في قطاع بطوله وفي انديه كبيره البطوله ده يدخل فيه الا الموهوب. طب فين الموهوبين؟ ما هو الموهوبين القاهره حته. اوصل لهم ازاي؟ انا كل محافظات مصر من الممارسه والكشافين والكلام ده كله، بحيث اجيبه من 11 ل 12، لان هو ده السن اللي اقدر اطلع منه ميسي. ميسي ده ابوه من الارجنتين وعنده 12 سنه، كان عنده نص امراض الدنيا، كان محتاج علاج عدوه في اسبيتاليا، يعني قعد يعلوا فيه. انما لما اتحط في برنامج اعداد بدني صح وبرنامج مهاري صح، ودي مش اسرار ونقدر نعملها ونقدر نجيب من بره البرامج دي ونقدر نطبقها، وعندنا ناس يقدروا يعملوا ده ويطبقوا ده، هنطلع لعيبه الكوره. طيب يعني لو حضرتك بتقترح النهارده على المسؤولين، على مجلس اداره النادي الاهلي وعلى الكابتن محمود الخطيب، اقتراح من الاستاذ ابراهيم حجازي للوصول الى افضل المواهب الموجوده من صغار السن على مستوى مصر كلها، النادي الاهلي يتحرك ازاي؟ هيتحرك النهارده ان انا بدل ما يبقى عندي 5 فرق ناشئين اخليهم 3 مثلا، وبدل ما يبقى فيهم الفرقه فيها 30 يبقى 20، بس 20 موهوب. موهبه بجد. معنى الكلام واعمل لهم برنامج بجد. والنادي الاهلي كان سباق لده لما كان جايب هنا مدرب الالماني اللي كان موجود هنا ايام الكابتن صالح سليم الله يرحمه. فايتسا؟ لا كان في مدرب مسك قطاع الناشئين، مش فاكر اسمه. حضرتك بتتكلم على مش فاكر كروفر، بس كروفر يمكن اعتقد حد هولندي الماني. انا نقدر نعمل ده. ساعتها النهارده النادي الاهلي هيبقى اللي هياخد اللي عايزه وهيبيع الباقي. ساعتها هتلاقي حضرتك ان اللي بيتباعوا دول يعملوا دخل كبير جدا 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 جدا. لو كل الانديه عملت كده اصبح عندنا وفره، يبقى احنا يعني ساعتها بقى هيبقى لنا محترفين في الخارج 100 150 200. نقلنا الكوره من حته لحته ونقلنا من مكان، سهل جدا نعملها. في نقطه مهمه واهم من دي كلها، لازم برضو نشوف الدنيا بتعمل. احنا مش هنخترع على فكره. انا بس في النقطه اللي حضرتك اتكلمت عنها، حتى زملائي في فريق الاعداد فكروني بمعلومه مهمه جدا عن قيمه العمل في قطاع الناشئين، ان كروفر فعلا كان انجز لقب بطوله اوروبا مع فاينورد الهولندي، وبعدها قال انا قادم للتعاقد مع النادي الاهلي وتولي قطاع الناشئين، لان دي مهمه غايه في الاهميه في عالم كره القدم، فكره العمل مع الناشئين وتطوير الناشئين. اللي حصل ايه بقى؟ ان التضارب المصالح وتدارك المصالح كسروا جروفر وكسروا التجربه، والراجل خدها ماشي مثلا لغايه هولندا، خدت بالك؟ طلعوه من لا، لازم عندنا الاراده نعمل ده. خلي بالك انك اي جديد فيه مقاومه ليه، وخاصه اذا كان الامر بيبقى فيه حمايه لمصالح معينه. ده كره القدم ليس مجالها الفهلوه، خلص. عايزين كره القدم دلوقتي من اكبر قطاعات الاقتصاديه في العالم كره القدم. يعني احنا مئات المليارات بتدور في هذا ده، يعني مفيش نشاط في الدنيا بيصير فيه ده. طب ده قايم على علم دلوقتي. قطاع الناشئين لازم يبقى فيه دكتور طبيب نفسي مولود عشان يعلم الولد الصغير ازاي يبقى داوي، يعلمه ازاي الثبات. كره القدم ما ينفعش الناشئ يلعب قبل 14 سنه مباريات وما يتحطش تحت ضغط نفسي، ده كل العالم بيعمل كده الا احنا. هتقول لي زي ما بيلعبوا؟ لا، ده ما بيلعبش مباريات بجوان، ده هو بيمرنه بيحفظوا المهارات، يحولوا المهارات لعادات حركيه، يبتدي يعمل له مباريات يطبق فيها اللي اتعلمه. من بعد كده المسابقات الرسميه تبتدي من 15 سنه بعد تكوين جهازه العصبي عشان ما يحصلوش الدمج. وده اللي بيفسر لنا في كره اليد وفي كره القدم وفي كره. يبقى فاضل في كره القدم 3 دقائق وكسبانين جون، في الثلاث دقائق يدخل فينا الجونين. ليه؟ لانك انت الجهاز العصبي بتاع لعيبتنا كلها مضروب، حصل له دامج من السن الصغير، حط تحت ضغط، فلما بيكبر اول ما يكون اللاعب مستهلك، اول ما يتحط تحت ضغط عصبي، ما هو الجهاز العصبي هو اللي بيدي الاشاره للعضلات. فانت حتى تلاقي لعيبه كويسه، فتلاقيه من جاي وبيشيل الكوره من قدام الجون بيشيلها غلط، يعني المفروض هو لو هو باك رايت، فلما هيجي يشيل الكوره من قدام يشيلها بشماله، لو ليه شالها بيمينه حطها في الجون، فلنا ولعيب فده بيحصل عندنا، لان الجهاز العصبي عطل. باول ما هيدي اشارات غلط، سهل قوي ان احنا نعمل ده.
بس طبعا لغايه دلوقتي المساله. هل حضرتك بتطالب انديه الدوري الممتاز المصري في مقدمتها النادي الاهلي بالعوده لفكره ايجاد او توظيف كشافين في المدن والمحافظات المصريه عن المواهب؟ وهي مش اختراع على فكره في كل الدنيا. ان ده جد انا المهم ان انا الحق الموهبه في السن في 11 و12 سنه عشان اعلمه صح وعشان اديله اللياقه صح. احنا كم المواهب الكرويه اللي طلعت عندنا وهي مواهب فزه كتير جدا بس مش عايز اقول اسماء كان ممكن دول يكسروا الدنيا. دول اللي سافر ورجع في نفس الطياره واللي ما كملش واللي عمل ما اعرفش ايه مع انهم مواهب بحق وحقيقي. لو دول اتلحقوا في السن الصغير اكسبتوا اللياقه واكسبتوا المهارات كان هيبقوا لعيبه جامدين جدا. طيب انا هرجع مع حضرتك لبدايه الحوار ده سريعا وننتقل لمنافساتنا دوليا في كره اليد في الاسكواش وتاريخ طويل حضرتك اسهمت فيه في على مستوى الرياضه المصريه مع مؤسسه الاهرام العريقه في بطوله الاهرام من اكبر بطولات العالم. بس خلينا نرجع لسؤال سريع جدا، هل حضرتك متفق ولا لا مع النادي الاهلي في موقفه المعلن بانه لابد ان تكون الامور احترافيه في ادارتها وانه لا مساس بجدول الدوري اللي تم اعلانه واختار الانديه بيه والنادي الاهلي متمسك طبعا اصل ده النظام احنا هنخليها بلوكي ولا هنخليها يعني اي حد يقول اي حاجه في جدول انا ملتزم انا ملتزم باللي قاله الاتحاد ده بالنسبه الجزء الثاني. طب انت عايز تلعبني امتى؟ ده انا بلعب كل 3 ايام ماتش الا لو قالوا بقى اللي يلعب يوم ويوم ده موضوع ثاني. لا يعني الاتحاد قادر على اداره الملف ده حاليا مع التصعيد اللي حصل من قيادات بعض الانديه ومع اقترابنا من استضافه كاس الامم الافريقيه، حضرتك متوقع الدوري هيستمر ولا يلغى؟ هو يمكن الدوري لو اتلغت كاس مصر يمكن ان الدوري يتعمل بس كل شيء بالنقاش وبالحوار مش بالتهديد لان ده بالحوار بالمنطقه دي يعني ادي الله ودي حكمته احنا عندنا فاضل قد ايه قد كده هنلعب ايه قد كده الملاعب هتسلم امتى عشان تجهز لكاس الامم الافريقيه اللي كذا اللي كذا اللي كذا هي الامور كده يعني احنا ما كانش محطوط في على البال ولا على الخاطر كاس الامم الافريقيه وقت ما اتعمل الكلام. عارف حضرتك كاس امم افريقيا ايه؟ انا عندي الملاعب اللي هتتلعب عليها المجموعات دي مش هتلعب عليها، هبتدي اجهزها واظبطها والكلام ده كله. فانت هيطلع من الجدول تتبحث وتتشاف والحكايه اصلا ما فيهاش اي حاجه. انا بتصور لو اتبحثت بس كله يبقى عنده استعداد. يعني حضرتك شايف ان حوار عقلاني دلوقتي بين الاتحاد وقيادات انديه هو هو الاتحاد اصلا مش حكايه، الحكايه اصلا مش سر ومفيش حاجه متخبيه في حاجه. انا بشوف ان باقي عندي وقت قد ايه وبشوف ان انا حد توقفات للمنتخب المصري قد ايه وبشوف ان هفضي ملاعب قد ايه واشوف الايام دي كده وير وهم لو حد عنده فكره تانية يقول لنا يعني بس فكره تنفع مع الظروف دي اللي بيقدمها يعني كده يعني كله بالمنطق العالي يعني انما فكره التحديد والمش ده مش مطلوب ان شاء الله نوصل لسيناريو اكيد اكيد هتوصل لحلول زي ما حضرتك قلت نوصل لحلول من خلال حوار منطقي وعقلاني بين كل الاطراف. هرجع لشهاده حضرتك بمنتخبنا والانجاز اللي تم بالحصول على ثامن العالم في كره اليد وخلينا ننتقل لإنجازاتنا وتواجدنا الدولي رياضيا عشان نشوف نكرر التجربة دي ازاي. عايزين نرجع بالذاكرة قليلا أستاذ إبراهيم لبطولة من أنجح البطولات في تاريخ العالم كانت بتقام على أرض مصر في منطقة الهرم وهي بطولة الأهرام الدولية للسكواش. ذكرياتك عن فكرة إقامة البطولة دي وازاي نكرر هذه التجارب العالمية الناجحة على أرض مصر؟ بص يا محمد أنا هي الحكاية أصلها جاية ازاي؟ قبل البطولة أنا في تركيبة الإنسان في أمور هي اللي بتخليه يتحط في حاجة تانية بيغير تفكيره كله نادريا. أنا الفترة اللي دخلت فيها الجيش كانت فترة صعبة جدا على مصر كلها وأنا كنت محظوظ زي 1,300,000 واحد اللي دخلوا اللي كانوا في الجيش في الفترة دي محظوظ إن أنا أعيش الفترة دي. ليه أنا محظوظ؟ لأن أنا اتعلمت حاجة واحدة اللي شفتها مفيش مستحيل يعني ده اللي اتعلمته وده اتعلمته مش في حد عايز حضرتك تستقبل الاتصال ده وتوجه له التهنئه قبل ما انا اوجه له الكلام واسف لمقاطعه حضرتك. معانا على الهاتف الكابتن محمد عصام الطيار من نجومنا في كاس العالم لكره اليد وحارس مرمى منتخبنا الوطني لكره اليد. اتفضل يا استاذ ابراهيم. يا كابتن مساء الخير. نور مبروك يا طيار البطوله وعايز اقول انا كمواطن مصري قد ايه كنت حاسس بالفخر وحاسس بالسعاده وحاسس بقد ايه بالشموخ المصري وانتوا بتلعبوا في كاس العالم لان انا عارف ومدرك تماما ان احنا بكل المعطيات انتم يعني ما فيش في كل المعطيات كل الظروف مهيئه ليهم هم مش ليكم انما نبقى ند لكل ابطال العالم
وان احنا نحقق ده ونبقى تامن العالم ونقف مع الكبار مع الثمانيه الكبار في العالم ده شيء عظيم جدا. يعني ربنا يبارك لكم ويسعدكم زي ما اسعدتونا كلكم. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني انا عايز اقول يعني انا اشفق عليك يعني على فكره الحارس المرمى بتاع كره اليد ده، لان الناس فاكره ان الجون صغير، انما ده الراجل ده يعني انت الله يكون في عونكم يعني اصعب مركز بيتهيألي في الفرقه. قول لي كان احساسك ايه في الماتشات دي يا تيار؟ اول حاجه انا عايز اقول لحضرتك الف مبروك. والله الحمد لله احنا فرقه كنا بنحاول دايما ان احنا نبقى على قد على حسن ظن الناس والشعب. كنا بنحاول ننقل ان احنا عايزين نوري الناس الهاند بول في مصر عامل ازاي. اظن ان احنا الفتره اللي فاتت دي كلها تعبنا، كان في مجهود جامد جدا. كان احد اهدافنا ان احنا نوصل كره اليد لمكانتها الطبيعيه في مصر. الجيل اللي لعب البطوله دي جيل ذهبي بيحقق انجازات كبيره. احنا قدرنا الحمد لله ان احنا نرجع انجازات، يعني نرجع انجازات كره اليد من 2001 تقريبا احنا ما عملناش المركز ده. غير كمان احنا قدرنا ان احنا نكسب شعبيه الناس، قدرنا ان احنا نكسب شعبيه الناس نقول يا جماعه ده في هاند بول، في كره يد في مصر. يا جماعه ده الناس بتنافس الثمانيه الكبار، حاجه مش سهله خالص. ثاني حاجة عايز أقولها، والله طبعا كان شعور صعب جدا إنك أنت طالع جول صغير أول كأس عالم ليك. بس طبعا الفرقة كلها كانت بتفان، الفرقة كلها كبار، لعيبة كبار، أسامي كبار، كوادر في اللعبة. كانوا على طول بيساندوا على طول في ظهري وعلى طول في ظهرنا كلنا كلعيبة صغيرين. إحنا ماشيين بخطة ثابتة جدا ناحية حلمنا 2021. ابتدينا نرجع إنجازات اليد في النادي بس احنا بنخلص اكبر من كده بكتير. يعني كابتن محمد حسب كلامك، اولا انا بكرر التهنئه اللي بدا بيها كلامه ناقدنا والاعلامي الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي، وبقول لك مبروك ومبروك لكل الفريق واسعدتوا مصر والمصريين بهذا الاداء الرائع والمشرف. هل احنا ماشيين في كاس العالم اللي انتهينا منه بالفعل والبطولات الجايه وفقا لبلان مستمره، خطه مستمره وبرنامج عمل مخطط له على مدار اكتر من عام واكتر من بطوله؟ احنا بدانا خطتنا في استعداد لكاس العالم 2021 من فعلا من 6 شهور. كان بالنسبه لنا كاس العالم دوت خطوه من خطوات 2021. ممكن نكون احنا خدنا الخطوه ديت واسعه شويه عشان نطمح الناس بعد تشد الناس ل 2021، تشد الناس لافريقيا الجايه وتشد الناس لاولمبياد طوكيو ان شاء الله ان احنا نطلعها ان شاء الله. اقدر اقول ان احنا ماشيين بخطوه ثابته جدا ناحيه 2021، ناحيه الحلم بتاعنا، ناحيه حلمنا كلنا مش كلاعيبه بس، كجهاز وكاتحاد وكوزاره شباب ورياضه وكشعب مصر كله، اللي احنا رجعنا له حته اللي هي الهاند بول بقى يا جماعه. في فيها اللي في مصر، في لعيبه في مصر يا جماعه، في لعيبه كبار قادره ان هي تعمل انجازات. تقدروا توصلوا المركز ايه توقعاتك من واقع وجودكم في البطوله والشكل الرائع اللي ظهرتوا عليه والتنافسيه الشديده مع اقوى الفرق في العالم يا كابتن محمد؟ متوقعين ان ممكن ننافس على مستوى ايه او لقب ايه ان شاء الله في البطوله القادمه؟ والله انا اقول لك على حاجه، احنا قلنا في سفرنا كان الموضوع حلو ان احنا نطلع للدور اللي بعديه. الدور اللي بعديه احنا لقينا كتير جدا ما طلعوش من 2001 زي ما قلت لحضرتك. بعد كده لقينا ان احنا قريبين يا جماعه، تقريبا 12 ان احنا نخش في حاجه كويسه. كل اللي اقدر اقوله ان احنا الفتره الجايه مجلس الاداره ووزاره الشباب والرياضه فيها دعم قوي جدا ناحيتنا. كل اللي اقدر اقوله لحضرتك ان احنا الفتره الجايه احنا هنمشي بخطه ثابته وخطه متقدمه جدا. والموضوع ان احنا حققنا حاجه كويسه جدا بمنظر مشرف جدا في كاس العالم ده، حاجه مدينا دافع اقوى ان احنا يا جماعه احنا ان شاء الله نقدر ان احنا نعمل حاجه في كاس العالم الجاي وفي افريقيا الجايه وان شاء الله ان شاء الله ان احنا نسافر الاولمبياد ان شاء الله ان احنا نعمل حاجه كويسه جدا ان شاء الله. استاذ ابراهيم اتفضل حضرتك. حد عايز اسال محمد، احنا كام واحد من المنتخب محترف في اوروبا يا محمد؟ احنا في 4، علي زين وكريم هنداوي وممدوح هاشم ومحمد سند. 4 هو طبعا انا في الاول ان شاء الله وارد جدا ان يبقى في تكسر السنه الجايه، يعني وارد جدا بعد المستوى اللي احنا قدمناه ده، في عروض كتير جدا اتقدمت لناس كتير جدا مننا، وارد جدا ان السنه الجايه يبقى في اكتر من 4، يمكن يعني اكتر من 8 9 ان شاء الله السنه الجايه. يعني دي حاجه خير للعبه وخير لنا كلنا.
ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك جدا كابتن محمد ومبروك مره ثانيه، التهنئه لك وللجهاز الفني وللمسؤولين في اتحاد كره اليد المصري وكل زملائك طبعا نجومنا في منتخبنا اللي شارك وقدم هذا المستوى الرائع والمركز الثامن في كاس العالم لكره اليد. بشكرك شكرا جزيلا. تعليق حضرتك. هي هي القضيه ايه لما كابتن حسن مصطفى، ما هو يعني يرجع الفضل لاصحابه اكيد، الدكتور حسن مصطفى الحقيقه هو صاحب ثوره التصحيح في كره اليد، عندما في بدايه الثمانينات قرر انه يخش انتخابات ودخل على رئاسه الاتحاد، على وكان كل بيتوقع انه ما ينجحش نجح. عمل اول ما عمل اول حاجه عملها ايه؟ ليه طبعا كره اليد انت عارف لعبه زي لعبات الباقيه شهيده، لعبه غلبانه جنب الكوره، وعدد المارسين قليلين جدا. اول حاجه عملها راح قال كل من هو اكبر من 30 سنه يعتزل، يعني كل اللي عنده اكتر من 30 سنه ما مش هيفيد منتخب يعتزل، عشان انا عايز اعمل حكام وعايز اعمل اداريين وعايز اعمل مدربين، وفتح الثلاث طرق دولت. يعني هو ابتدع بس يعني، وراح عامل مشروع تاني اللي هو طوال القامه، وانا فاكر عملت حمله كبيره جدا عشان اختيار طوال القامه. النتيجه بتاعت الحاجات دي كلها ظهرت لما وصلنا رابع عالم، ولما كسبنا بطوله عالم الشباب اللي كانت في القاهره هنا. انما بعد كده تكتشف انك انت ممكن توصل للقمه، انما ازاي تحافظ على القمه؟ ما انا ما عنديش مسابقه محليه قويه، ما عنديش عدد كبير بيلعب عشان يديني افراز للمنتخب، وماذا بعد؟ طب ايه اللي بعد ما وصلنا؟ دي كانت المشكله. انا فاكر الدكتور حسن ساعتها كان بيفكر طيب حوادي الناس كلهم كان بيضطر يعمل معسكرات دائمه بره، مشكلتها ايه؟ الاحساس بالغربه. هم اللعيبه دي ما عندها اهل اللي متجوز وعندها حياه وعندها اسره وحياه، فطبعا مساله مزعجه جدا، انت مش هتعيش حياتك كلها في معسكرات تترهبن يعني. فكانت في مشكله، هي دي المشكله اللي احنا دلوقتي دي اللي بتواجهنا في كره اليد، وبتواجهنا في السكواش، وبتواجهنا في كل اللعبات. وماذا ايه اللي بعد كده؟ انا عايز اعمل مسابقه قويه. اصل انت توصل للقمه، انما هتقعد على القمه كتير، ده عايز شغل تاني. انا لازم تعرف ان اللاعب المصري مظلوم، لان اللاعب الاوروبي الانديه هناك انديه كره يد، نادي مخصص لكره اليد، والدوري جامد جدا، واللعيبه هناك عشان القرب مع بعضهم، ده الدنمارك بيلعب في هنا وده بيلعب هنا وده بيلعب، فالاحتكاك جامد جدا. انا الاحتكاك اللي عندي هنا في ايه؟ انا لما يبقى عندي اربعه محترفين، انا سالت ليه السؤال، اربعه اللي بيلعبوا في الدوري، طب بقيه الناس اللي في دول هنا في الدوري هنا، الدوري اللي هنا ما يوصلش لمستوى العالمي، ما يخليكش تحتك ان يوصلك للمستوى العالمي، لا ده يعني دوري قليل، فانت عندك دايما مشكله. طب اعمل ايه وانا بعيد عن اوروبا عشان الاحتكاك؟ فهي بتبقى دايما في اشكاليه. نفس الحكايه ديت في يعني هل حضرتك بتقول ان كويس ان لاعبين يا سلام نهار ابيض طبعا انطلاقا من مسابقه ده دول ابطال ده دول بكل دولت لو متوفر لهم الاحتكاك الكامل حقيقي دول كانوا كسروا الدنيا، دول ابطال انه بيلعب مع وبعدين خلي بالك كره اليد ايه؟ البطل ما بيقعدش سنتين بطل، يعني عندك المانيا بطل، فرنسا بطل، الدنمارك بطل، النرويج بطل، يعني من هنا لهنا دايره، فكلهم في مستوى واحد وكبير جدا. اما تيجي بقى تشوف الدوري الالماني ولا الدوري الدنماركي ولا الدوري الفرنسي في كره اليد، وتشوف الدوري اللي عندنا، تعرف لعيبتنا ان دي ابطال. طب انا اقدر اعمل ايه؟ احنا دي مشكله بتواجه الرياضه المصريه، فكره الاحتكاك. طب رجعنا حضرتك لمرحله البحث عن افكار غير تقليديه وقت التفكير في انشاء الملعب الزجاجي واقامه بطوله الاهرام الدوليه، لان دي حاجات علامات في تاريخ الرياضه المصريه ونتمنى تكرارها بالشكل ده. يا ريت نبدا بالتجربه ونشوف بدات ازاي. هي من التجربه زي ما انا بدات بالتجربه، انا بقول لك ان انا اتعلمت ان مفيش مستحيل. وكل من عايش الفترة دي يعرف ان مفيش مستحيل، لان احنا بكل المقاييس بعد فترة 67 وهزيمة 7 بكل المقاييس وكل التوقعات وكل الخبراء اللي في العالم قال لك العرب عشان يقوموا تاني ولا 30 سنة خلاص انتهينا. فانت عندك حدوتة المستحيل كله. انما غاب عن كل محلل ان الانسان المصري وعلى فكره عشان مش نبقاش بنتكلم عن نفسنا ونتكلم كلام كبير كده ملوش، لا الانسان المصري ده انسان عظيم جدا. الشخصيه المصريه شخصيه عظيمه جدا. ما تكلمنيش على الهرتله اللي احنا فيها دلوقتي، لان احنا البلد دي كانت بتتفكك صواملها من 25 سنه وما حدش واخد باله، فموصلنا لحاله السيوله اللي احنا فيها دي. انما الانسان المصري بعظمه الانسان المصري بالكلام ده كله، لما بتحط في موقف ما حدش بره في كل خبراء العسكريه حط في حساباته ان دولت الرسول عليه الصلاه والسلام قال من امتى خير اجناد الارض وفي رباط الى يوم الدين، هم دول
ما هو الشعب ده اللي هو ما بيعرفش مستحيل هو اللي قدم لجيش مصر 1,300,000 مقاتل. لما تخش انت بقى تشوف ربنا سبحانه وتعالى في علامات بتخليك انك انت تحس هزيمة رهيبة ويعين الجيش خدها ومالوش على ذنب فيها. بعد 3 أسابيع في 1 يوليو في 1 يوليو 67 تحصل معركة اللي اسمها راس العش، 30 واحد تقريبا فصيلة 30 واحد وقفوا قدام طابور مدرع 7 ساعات. يعني يوميا كان الرئيس عبد الناصر على التليفون مع الرائد زغلول فتحي اللي كان قائد كتيبة 43 ساعة. المهم ما قدروش ان هم يعدوا عليهم، كانوا رايحين ياخدوا برفقات ما قدروش. ادي علامة عرف ساعتها الصهاينة ان المصريين لحمهم مر، واحنا عرفنا ان احنا ما متناش. في حد تاني من نجومنا عايز يسمع رايك اللي قلته، الراي الجميل والايجابي يا استاذ ابراهيم. كابتن اسلام حسن لاعب منتخب مصر لكره اليد، اولا مبروك الفوز والانجاز اللي تحقق. وضيفنا الناقد الرياضي الكبير استاذ ابراهيم حجازي كان من لحظات بيقول لاعبينا ابطال بكل المقاييس ومواهب وكفاءات عاليه جدا، وكويس ان هم قدروا يحققوا هذا المستوى من التنافس عالميا وهم خارجين من مناخ في تنافسية ضعيفة أو محدودة في الدوري أو في المسابقات المحلية. رأيك إيه يا كابتن إسلام؟ وأهلا بيكم مشاركتك معنا، تفضل. شكرا جدا. والله بص أنا شايف إن فعلا إحنا الفترة الأخيرة كان في اهتمام جدا بينا كابتن الدكتور الوزير أشرف صبحي والاتحاد المصري، كان كل ده في ظهرنا بصراحة الفترة اللي فاتت. الحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نحقق مركز بقالنا كتير قوي ما حققناهوش، وكل ده طبعا قيادات كذا جهه معانا يعني، والحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نشرف مصر الحمد لله. استاذ ابراهيم اسئله تحب تقولها؟ عايز اقول لكابتن اسلام ان احنا البطوله الجايه عندنا ان شاء الله، مش كده يا اسلام؟ ان شاء الله ان شاء الله طبعا. وعايز اقول في يعني ب ب ب بكل المقاييس عشان كتير قوي ما يعرفوش ان 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 احنا اللي عملناه اداء انجاز مش لحاجه، عشان انت عارف الكره اليد يعني ملاش حظ مع الكوره عندنا في بلدنا. يعني عندنا في الكوره هنا 100,000,000 واحد بيفهموا كوره ومدربين كوره وخبراء في الكوره. انما اللي انا عايز اقوله ان شاء الله باذن الله يعني يا رب ان شاء الله، انا حاسس طبعا ان احنا ممكن نحقق الانجاز اللي عملناه زمان، ممكن لا نوصل للمربع الاربعه، وممكن مين عارف نقدر نوصل. ده انا اللي شفته من منتخبنا ورجالتنا في البطوله اللي فاتت دي بيخليني اقول ان يعني تسلموا، يعني احنا نقدر نعمل اي حاجه. انا عايز اخد سؤال حضرتك للكابتن اسلام. والله بس انا عايز اوضح حاجه، احنا فعلا احنا بقالنا كتير جدا احنا المنتخب ده بيتحط يعني المره دي فعلا كان في خليط كبير جدا بين الشباب والخبره، يعني حتى اللعيبه الصغيره، في لعيبه صغيره كتير خدوا خبره بقى لهم كذا كاس عالم. اظن كاس عالم ده بقى ما فيش فرق بيننا وبين اوروبا. الراجل الخبير الاجنبي اللي معانا كابتن ديفيد ادانا ثقه في نفسنا، خلانا ان احنا نقدر ان احنا ننافس مع الناس دي. الموضوع ما بقاش بعيد، قدرنا ان احنا نقرب لهم طبعا، ما تخطيناهمش مره واحده، احنا قدرنا نقرب لهم. ان شاء الله نتعلم مصر نقدر ان احنا نحقق مركز كويس، وان شاء الله نفرحكم بقى كلنا ونفرحكم. طيب كابتن اسلام، استاذ ابراهيم حجازي كان بيؤكد او بيجزم انه لو زاد عدد محترفينا من لاعبي كره اليد في الدوريات الاوروبيه القويه هيبقى شكلنا كمان اقوى وافضل كتير فنيا في منتخبنا الوطني، رايك ايه في الكلام ده؟ طبيعي الحاجات دي بتفرق جدا، عارف يعني كان في كذا كذا دوري مش دوريات اوروبيه في لعيبه كتير احترفت، ده فرق معاهم في مستواهم. تخيل بقى هيبقى في الدوري الاوروبي، انت المنتخب ده هيبقى طول السنه انت متعود عليها، تروح كاس عالم هتحس ان الموضوع مش مختلف. الحاجات دي هتفرق جدا مع المنتخب، تخلي الخبرات تزيد، تخلي الموضوع مش بعيد خالص زي ما بين اوروبا. احنا قربنا لكن بالاحتراف الموضوع هيفرق جدا معانا طبعا. ان شاء الله ان شاء الله يبقى في فرص لاحتراف عدد اكبر من نجومنا، وبشكرك جدا ومبروك مره ثانيه كابتن اسلام حسن نجم منتخبنا الوطني كره اليد. شكرا جزيلا يا كابتن اسلام. ارجع لكلام حضرتك، معلش بقى احنا بنمزج بين مداخلات ومشاركات نجومنا وكلام حضرتك عن الملفات الفتره اللي فاتت. حضرتك كنت بتتكلم عن انطلاقه جديده للمصريين وان ما فيش مستحيل اظهرتها البطولات اللي تم تقديمها في معركه راس العرش. انا عايز اقول ان اللي حصل ما راحش، يعني انا عايز اقول ما هي ديت الحاجات اللي ما بتطيرش، يعني دي مش بتتبخر. فكره ان لا ما تتبخرش، ويمكن دي من عظمه المصريين ان هم في جيناتهم وحاجاتهم اللي بيتوارثوها وبيعلموها وبيعملوها، يمكن ديت حاجه من اللي الرسول قال عليه الصلاه والسلام، قال خير اناد الارض في رباط الى يوم الدين. الحاجات اللي هي غير مرئيه انت ما تشوفهاش، انت لما تيجي تشوف بقى في الفتره دي 8 سنين
8 سنين الناس بيقولوا انك انت وقعت مش هتقوم، 8 سنين انك انت حدوته قدامك غريبه جدا، فانت تكتشف انك انت تقدر تعمل اللي هم اللي عايزين يروح ياخدوا بور فؤاد، فيقف لهم 30 واحد يبوظوا لهم المخطط ده، وبقيت بور فؤاد محرره وما قدروش يدنسوها. بعديها انت تروح انت بقى لا رحت انا اخد خطوه بدل ما انا قدمت، روح ضاربين مدمره ايرالت. فانت لما بتضرب مدمره، انت عارف مدمره بالنسبه للزرق الصواريخ قد ايه؟ لانش صواريخ علب الكبريت جنب عربيه تريلا مثلا كده. فتخيل انك انت يروح نعمل العمليه دي وتغرق المدمره دي باللي كانوا عليها، كان طلبه الكليه البحريه النهائي متخرجين وتعمل ده، فدي طبعا بتديك حاجه ثانيه. اما تروح لحرب الاستنزاف 500 يوم، فكنت كل مره عمال تعلى بدرجه ده كله جينات. مفروض احنا بقى ازاي ناخد ده بنطبقه في حياتنا. انا لما طلعت من الجيش، انا دخلت يناير 68، 9 يناير طلعت 31 اغسطس 75، قعدت 8 سنين ضابط القوات الخاصه، شفت كل حاجه وعشت كل حاجه. بس انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى، لو اتعاد الزمن 100 مليون مره هرجع اعمل ده تاني، ويمكن اشوف اعمل اي يعني احقق اللي ما قدرتش اعمله في الاولاني. اما طلعت، فانا طلعت طبعا لحياه 8 سنين كانوا صعبين جدا جدا جدا، فطلعت لقيت الحياه المدنيه بقى حدوته فيها غريبه جدا يعني. فانا فاكر في يوم اللي هي المستحيل بقى دي، كنت ساعتها ماسك بشغل مجله اسمها سيدتي سعوديه، ومدير تحريرها في القاهره من مكتب بن هنا. ففي يوم جالي خبر، كنا في عيد ام، وجا خبر ان ابن ام في القاهره وابنها في الاردن، فقريت الخبر عشان يعني خبر صحفي، فبسال قالوا لي لا ده الواد اتخطف من امه وراح هناك. فصعب عليا جدا. تخيلت كده لو بنتي، كان ساعتها انا في الوقت ده عندي يعني، لو بنتي انا حصل لماي ولا رشا حصل ده اعمل ايه يعني؟ طب مين الرد ده؟ اب من اهالينا البسطاء جدا، عامل في محل فول وطعميه في عين شمس. بعت له حد من الزملاء قال له يا بيه الحكومه ما عرفتش ترجعه، انتوا اللي هترجعوه. برضو انا في دماغي حاجه وده لا وليه لا ما نجيبوش. فقلت للراجل روح بعت حد تاني قلت له هاته ان شاء الله يجيبه بالعافيه هاتوا لي. بس ايه يا عم، كان اسمه سيد، ايه يا عم سيد؟ قال لي يا بيه الولد احنا وصلنا انتربول، الولد طلع شهاده ميلاد اردنيه وخلاص، الولد خطف عنده سنتين، ست ما بتخلفش ومتجوزه واحد اردني ست من اهالينا، وفهمته انها حامل وخطفت الواد وخلاص وسللوه بقاله ثلاث يعني دخل يعني خلاص بقى اردني بقاله سنتين. قلت طب ايه المشكله يعني؟ انا اتعلمت ان مفيش مستحيل، مفيش حاجه اسمها مستحيل، الموت بس اللي ما نقدرش عليه. كلمت انا فاكر ليما نبيل، دي كانت مديره المكتب هناك، رفعنا قضيه. من حظنا او من حظ كويس ومن حظ طبعا ان القضاه هناك كل يوم، الجلسه تخلص النهارده، القضيه تقعد 10 ايام 15 يوم تفصل. كنا في رمضان، فطبعا كل يوم القاضي بيطلب ناس من هناك، وعليا ان انا بعرف الجلسه بتخلص بتوقيت القاهره الساعه 2 تقريبا هنا الظهريه، فعليا ان انا اول ما يطلب حد من الشهود ان انا احضره، وطبعا كلهم ما معهمش باسبورات ولا عمرهم طلعوا باسبورات، اطلع له باسبور، كان ساعتها بيشتغلوا بعد الظهر الجوازات، واحجز له طيران واسفره في الطياره بتاعت 2 بالليل اللي بتوصل هناك الفجر. اسر الكلام جبنا الولد. هنا الصحافه طول عمرها والاعلام بيجري ورا الخبر، احنا هنا صنعنا الخبر. بس هنا ايه العنصر اللي عمل ده؟ فكره المستحيل، فكره ان مفيش مستحيل، ما تفكر. وعشان كده انا بقول لكل حد، وبقول لشبابنا وبقول لكل حد، حتى لو الدنيا فيها مشكله مفيش مستحيل، اقسم بالله بلاش تتعامل مع الامور بيأس. لا 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 لا, 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 لا نقدر ما هو ربنا نقدر، بس اجتهد، ما هو ربنا بيقول لك اجتهد وانت طب ده يرجعني لسؤالي لحضرتك، لما فكرتوا تعملوا، هل تخيلتوا ان هتقدروا تعملوا بطوله بهذا الحجم من النجاح في الاهرام الدوليه؟ ما يعني لو انا قلت لك مش مظبوط. الفكره جت ازاي؟ انا الفكره الناس فاكره ان يعني ان انا السكواش اتعملت، يعني الفكره اتعملت سكواش لان الملعب الوحيد اللي كان ممكن يتعمل ده بيفكرنا بحاجه. ما هو ده مرتبط بالكلام الجميل اللي حضرتك بتقوله عن مصر والمصريين وقدرتهم على انهم ينجزوا اي شيء مهما كان صعب. انت عارف يا محمد، طب خلينا نشوف مع حضرتك ونرجع نكمل كلام. يا مصر وانا على الربا
لسه معاكم مشاهدينا في الاهلي ليله ومع كاتبنا وناقدنا الرياضي والاعلامي الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي، وبدانا نستقبل اسئله من مشاهدينا على فيسبوك وتويتر. عندنا اكتر من سؤال. سريعا استاذ ابراهيم، على تويتر سؤال: اسمي وليد عبد النور، سؤالي للاستاذ الكبير ابراهيم حجازي، هو ايه اتحاد الكوره؟ هل بيخاف يطبق المنظومه الاحترافيه ولا ايه؟ رئيس لجنه الحكام تمت اهانته، وهل هذه الامور تمر بلا عقوبه او بلا محاسبه؟ وتم التعدي على النادي الاهلي اكثر من مره من بعض الاطراف، وهو بيقول لماذا لا تدار الامور بشكل قانوني واحترافي بحت؟ ده سؤال من وليد عبد النور على تويتر. انا ما يعني هو اللي بيقوله صح، ولماذا لا تدار؟ لان اصلا طول ما انتخابات اتحاد الكوره بتتم من الانديه لا تمارس اللعبة، وأصبح النهاردة اللي بيجيب اتحاد الكرة في مكانه نادي لا يمارس ولا يلم، لابد ان احنا نبقى مادام عملنا احتراف، ما احنا خدنا من الاحتراف حتة وسبنا بقية الحتة، مادام عملت احتراف يبقى انا في لجنة للأندية المحترفة اللي هم 20 نادي سواء في اللي هم في الدوري الممتاز واخد اللي تحتهم، وهم دول اللي بيجيبوا اللجنة دي اللي تدير الكرة في مصر من الأندية المعنية التي هي بتمارس كرة القدم في مصر. إنما أنت النهاردة لما الانتخابات دي اللي اتعملت ألف مرة حيلوا هم دولت، لأن هم الأندية دي التربية 500 نادي أو 400 نادي الأصوات. نظام الانتخابات عندنا لا علاقة له بالمنظومة الاحترافية، سواء في الاتحادات أو سواء في الأندية أو سواء في أي حاجة، ملوش علاقة خالص بالموضوع. يعني انتخابات في الأندية انتخابات اجتماعية، رغم أن الأندية دلوقتي معنية لأن النادي بيتحمل الدور اللي سابته المدرسة في الرياضة، وبيتحمل هو النادي النهارده اللي مسؤول عن قطاع البطولة، وتتم الانتخابات فيه بصورة اجتماعية. لا، لما تيجي بقى الأندية النهارده، لما يجي النادي الأهلي النهارده كنادي محترف هيبقى النادي الأهلي لكرة القدم، خلاص يبقى ليه مجلس إدارة شركة مساهمة بكرة القدم. النادي الاجتماعي اللي هو في الجزيرة ده نادي اجتماعي يتعمل له انتخابات اللي هي بتاعتهم تاني، اللي هم بيبقى المفارش والبوفتيك قد كده والمش عارف إيه والحاجات دي كده والرحلات والحاجات دي كلها، فالنادي الاجتماعي حاجة ونعم. لما يبقى الأندية لجنة الأندية تدار انتخابات الأندية بانتخابات محترفين، آسف، في الأندية يبقى نادي خلاص النادي شركه مساهمه، لما يحب شركه مساهمه الموضوع بيختلف تماما، مش هيبقى انتخابات بالطريقه دي كلها غير كده. يعني هل حضرتك شايف الامور بتدار بشكل اقرب الى الهوايه حتى الان؟ هي كلها هوايه، ما هو كلها هوايه في هوايه. احنا جبنا اللعيب محترف والاداري محترف والمدرب محترف ومدير كوره وابن عمه مدير الكوره وكل الفيلم ده كله، والذي يدير المنظومه منظومه هاوي مش محترف. هاوي مش محترف. لازم النادي يبقى شركه مساهمه، لانه شركه مساهمه خلاص ده بيشتغل في الكوره، الراجل ده البيزنس بتاعه كوره، فهيجيب اجهزه فنيه صح. اولا الناس اللي هتدير النادي هتبقى صح، اللي بتفهم في الكوره، ما تبقاش المساله بالطريقه دي. وهم دول اللي هيختاروا الاتحاد اللي هم عندهم كوره وبيفهموا في الكوره ومختارين الكوره، فهتبقى المنظومه كلها، انما احنا ما عندناش منظومه. طيب السؤال تاني، سؤال اخر لتوني رشاد: هل ممكن الاهلي يفوز بالدوري هذا الموسم ولا لا؟ على بالله، واحنا بنشوف على الواقع. الاهلي لو كسب كل ماتشاته اللي جايه، كسب كل ماتشاته اللي جايه يفوز بالدوري. فعلا حضرتك بتتكلم المؤجلات تخلي الاهلي فارق، لو في هو عنده 30 ماتش واي عدد من الماتشات، لو هو كسبها كلها ياخد الدوري، ياخد الدوري بالورقه والقلم يعني. انما في الكوره ولا ده لا تقدر تقول ده لبرشلونه، ولا تقدر تقول ده مع ريال مدريد، ولا تقدر تقول ده مع اي حد. انما المساله بالورقه والقلم، لا، بقول لك لو كسب ده يقدر ياخد ده، لانه بالارقام مش مستحيل الموسم ده، لانه فارق المباريات هي تسمح لي يسمح للنادي الاهلي بالفوز بالدوري. طيب خلينا نستقبل مع حضراتكم، احنا بنأكد ان احنا في انتظار بناخد اكبر قدر ممكن من اسئله مشاهدينا على فيسبوك وعلى تويتر وعبر وسائل الاتصال المختلفه مع شاشه قناه الاهلي ومع برنامج الاهلي الليله، وكل من يرغب في توجيه اي سؤال في اي اتجاه من الاتجاهات الرياضيه او غير الرياضيه والمتعلقه طبعا بكره القدم والنادي الاهلي في المقام الاول للاستاذ ابراهيم حجازي الناقد الرياضي الكبير. احنا هنستقبل هذه التساؤلات وهنعرضها على الاستاذ ابراهيم في هذا الحوار. طيب نرجع نكمل كلامنا، فكره ان مفيش مستحيل واقامه البطوله، فانا فانا النهارده كان ساعتها السبب ان السكواش، لان كان ده الملعب الوحيد اللي اخترع ان هو ممكن تلعب بيه مش في اماكن اللعب التقليديه اللي هو الاستاد ولا بتاع، فده كانت البدايه. طب انا قلت لما العب اقدر احطه، طب ما ناخده واروح عند الهرم واعمل ده، الفكره ان انا استفيد من اعظم اثار في الدنيا يعني ده اللي هنا. طيب اي نجاح لازم التخطيط، ولازم كمان ان انا يعني انا كان عندي الحلم اعمل ده،
ولازم اخطط ده، انما انا ما اعرفش في الاخر هتوصل الامور ايه. انا ما فيش حاجه صغيره، لان انا كتبت كل البنود اللي المفروض. الصوره قدامنا اللي حضرتك بتتكلم عنها، صوره هنا لا لا، ده دي الصوره بتاعت الغردقه ديت. شوف دي الهرم، بطوله الغردقه مش الهرم. الهرم يا فعندك صوره اللي فيها الاهرامات. فانا لما تيجي تعمل البطوله قدام الهرم، فانا بعمل بطوله، فانا محتاج حاجه كتير. جبت اجنده وطلعت فوق وقعدت فيهم اشوف انا عايز ايه. انا هجيب ملعب، هشتري ملعب ده من بره. انا محتاج كهرباء، محتاج ميه، محتاج مش عارف ايه، محتاج. كان بنود كتيره كتبتها، وابتديت اشوف ان انا كل بند ده اقدر اعمله ولا لا. الملعب الحقيقه يعني انا الشكر هنا للدكتور عبد المنعم عماره، كان رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه، ولا المجلس الاعلى جاب الملعب ده على حسابه، وده كان من غير الملعب ما كناش نقدر نعمل اي حاجه. بعد سنتين من مشاهده حضرتك للملعب ده خارج مصر وطرح الفكره، ده انا قعدت افكر فيها المساله، مش كده بقى مدة لا انا مش مفاوضات، انا بشوف اقدر اعمل كل حاجه ولا لا. اقدر اعمل كل حاجه، اقدر اجيب مصادر كهرباء، اقدر اجيب. ما انت لما تيجي تعرف بره بالزي مش هتعتمد على المصدر الشبكه، لازم يبقى عندك مصدر اساسي، لان دي الشبكه بتنزل وتعمل هتعمل مشكله، فلازم يبقى عندي مصدرين كهرباء. لما قدرت اعمل ده قررت لا. اولا النجاح بتاع البطوله ديت انا بفكر وبحط النقاط، انما في فريق عمل بيتعمل. لما يبقى فريق البطوله دي نجحت، من اصغر عامل كان بيشتغل فيها لاكبر حد كان بيتعمل فيها، يعني وده عمل مؤسسي. يعني الاهرام، مؤسس الاهرام كان مع التلفزيون المصري، يعني ده كان نقطه مهمه، مع المقاولين العرب كشركه كبيره ده، فكان ثلاثه مع وزاره الشباب، ده عمل مش 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 فرد، يعني مساله دي سيمفونيه جماعيه. تعمل ازاي تخطط ده. انما صدقني اي حاجه هتفكر لها صح وتخطط لها صح وتبقى النوايا، طب انت عايز تعمل حاجه كويسه لازم تنجح. فانا فاكر ذكرياتي عن الحدث ده وحضرتك قاعد، وكان ليك مكان اخترته دايما تبقى شايف منه الواجهه خارج الملعب، في مواجهه الملعب، وقد ايه التواجد العالمي وقد ايه تواجد المحررين والصحافه العالميه واحنا بنجري لقاءات هناك. قول لنا حجم هذا الحدث وتاثيره على مستوى الدعايه السياحيه والرياضيه لمصر عالميا. انا لما جاردن تاني يوم البطوله، ثالث يوم جاردن، ورنان محافظ واخد صوره الملعب ده نص الصفحه الاولى. فانت لما يبقى خبر صفحة نص الصفحة الأولى كلها صورة عن مصر، ده شيء هايل جدا. بتاع تلفزيون قناة تانية، تلفزيون ألماني، جاي بيقول أنت عاملين البطولة هنا، هنا البطولة الهرم هي على المونيتور ديت، بيقول أنت عملت البطولة هنا دي ليه؟ فقلت له طيب لو أنت عندكم هرم؟ قال لي لا. قلت له إحنا عندنا هرم بنعمل يعني أنت فالراجل أنا فاكر إخواننا بتوع الاتحاد دي أول بطولة، دي أول بطولة اللي اتعمل. فانت شيء يعني انت لما تعمل حاجه زي دي بتحس، انت تكتشف بعد كده انك انت ازاي حطيت الحاجات صعبه، بس المهم انك انت تدرس ده. في الاداره لازم اللي بيدير لازم ينكر نفسه، ولازم يبقى هو اخر واحد، يعني هو لازم ده في القضيه. احنا عايزين عمل ينجح، احنا عايزين عمل ينجح، مش المساله ان احنا بنعمل ده بطوله كويسه. البطوله دي انعكاسها على ايه؟ عمل الدعايه، انما البطوله ديت هي اللي نقلت السكواش في مصر من حال لحال، وهي دي اللي يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى ان بقى عندك الاجيال دي كلها. لان ساعه ما اول بطوله واللي عملنا ما كانش حتى لسه احمد براده ظهر، انما وجود احمد براده وزور احمد براده والناس بقى تتكلم تقول ستروك ونيت وبيتر نيكل وجوناثان باور اقوى خمس او ست لعيبه في العالم. زور ده بقى عمرو شبانه ساعتها كان بيجي يتفرج ساعتها، اللي هو بعد كده واحد من عباقره الاسكواش المصري الحقيقه عمرو شبانه، ابتدى يطلع الجيل ده والجيل ده. دي بطوله الاهرام، انا ما اكتفيتش عند الاهرام بالبطوله دي، قلت طب ليه لا ما بنعملش حاجه بقى تعمل الكلام ده. فاتعملت بطوله للتنس، عملنا بطوله استعراضيه للتنس، ارانشا شانسز واظن كرنكوفا او حد كده واثنين تانيين، كانت على مدى يومين. عملت شغل غير دي عملت دعايه جامده جدا. وبعدين عملنا كره خماسيه، احنا لعبنا هنا الارجنتين والبرازيل كره خماسيه في صاله ازاز، عملناها زي الصاله المغطاه. اللي انا عايز اقوله بس عشان احنا دايما احنا كويسين كمصريين، اول ملعب ازاز، الملعب ده كان بيكربونات يعني ده بلاستيك وبتخربش ولعمر خمس مرات او ست مرات يتلعب عليه ويترمي. احنا عملنا ملعب ازاز، اول ملعب ازاز احنا عملناه في مصر، الاهرام عمله هنا مع جريش، والسيده منى جريش يعني بقول لها التحيه، كانت هنعمل ازاي؟ قلت له احنا اللي عملوا بتاع البلاستيك ده اجدع مننا. قلت له طب نعمل ده، اول ملعب ازاز في العالم احنا اللي عاملينه. وبعد هنا كره خماسيه، هي الصاله الازاز اللي كان فيها الكره الخماسيه ومنتخبات العالم.
النقله الثانيه لما عملنا ديت، وحضرتك بتتكلم كمان انه مقارنه بالماتيريال او الماده اللي كانت بتستخدم الملعب الزجاجي ده اللي احنا عملناه، ما كانش زجاجي كواليتي اعلى مش كواليتي اعتدامي، يبقى داخل فيه بلاستيك فالمضارب لما تضرب بتخربش فالملعب ليه عمر وبيترمي. قلنا طب أنا، فانا قلت له طب نعمل ازاز هيستحمل، رحت للجريش بقى يستحمل يا جماعه، قالوا يستحمل طب ما نعمله. وفاكر مهندس احمد عفيفي وده شباب مصر اللي عمل ده ودم وقاسوا وعملوا وعملوا الملعب ده وطلع هايل. بعد 6 سنين العالم عملوا الملعب عملوا ملعب ازاز. لما رحنا بقى النقله الثانيه لما حصلت احداث الاقصر الغردقه فطست الدنيا وفطست، قلنا نعمل حاجه هناك. كنا فاكر اللي هو سعد ابو ريده رحمه الله عليه اتعملت بطوله الغردقه، وهنا الصوره بقى اللي ممكن نشوفها اللي كانت في الشارع. انا عملت البطوله في 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 جزيره صغيره كده وبعد كده نقلتها للشارع. اول بطوله واخر بطوله اول بطوله واخر بطوله تتعمل في شارع، مفيش في العالم كله حد يقدر يعمل بطوله في شارع اللي فايت يخش ويتعمل. ده ان دل على شيء، دل على ايه؟ على الثقه وعلى الامان وعلى ان البلد دي امنه وبلد ليس صحيحا الدعايه اللي بيعملوها. والبطوله دي قعدت مستمره لغايه بعد يناير. يعني هل ممكن نستفيد من ده تكرار الاحداث الرياضيه؟ لا انا بس انا عايز الصوره اللي على الـ على الـ لان ديت محمد عندك صور ثانيه ليها يا برلو؟ مخرجنا احمد البرجاوي اعتقد بيستعرض كل الصور 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 دي الحفله ديت اللي كانت بتتعمل في ميدان السقاله ده الداون تاون او الحته الشعبيه اللي بتاعه الغردقه. حي قديم جدا وعلى 4 شوارع الميدان ده واتعمل البطوله. الاربع شوارع دول كان لما بيتملوا على الاخر 120 الف واحد. بطوله لما بيجي قد ايه زي انك انت لما تحترم الانسان وحقه انه يشوف حق المواطن ده انه يشوف مطربين الكبار دول ويشوف ويجي تلفزيون يصور من عنده ويعمل ده كده. عشان كده البطوله دي اتعملت، ما فيش حد اتعمل الحفل ده كان بيتعمل كل سنه على هامش البطوله. عملناها 7 مرات، ما فيش حد داس على رجل التاني. احنا عندنا امكانيات نقدر نعمل حاجات كتيره وعندنا امكانيات نعمل حاجات هايله جدا. هل ممكن نكرر التجارب دي يا استاذ ابراهيم؟ هل ممكن ده نكرره في الفتره الجايه واحنا بندور على انت عارف ان الاهرام عنده كل الامكانيات. احنا جبنا مدرجات من بره 5000 كرسي وعندنا الصاله الكبيره، الصاله دي ده حاجه فخر جدا وعندنا وعندنا كل حاجه. ما اعرفش حتى لما اتعملت بطولات، يعني انا بتطلع ادي الحفله دي، شوف الحفله ده كان معمول في ميدان والناس من البلكونات ومن الناس ده بيتعمل ده برضه عشان اقول ان مفيش حاجه اسمها مستحيل. ده اللي انا بس عايز اقوله، نقدر ننجح نقدر ننجح. هو ده كده. طب هل حضرتك بتتمنى مع تطوير منطقه الاهرامات اللي دلوقتي مصر بتشتغل عليه ومركز عليه الدوله ان يبقى في رؤيه لمساحه ريكريشن معينه او اقامه احداث رياضيه او فنيه عالميه، يعني يبقى في تركيز على المساحه دي؟ عارف يا احمد طبعا شيء انا هايل جدا ومطمن جدا ان راسكم خدت ديت، السويرس خدوا ده اللي هم هيعملوا المنطقه ديت، ده شيء كويس. دول ما بيعرفوش اللي ينجحوا. بس انا عندي شويه حاجات واعتقد انك توافقني واعتقد ان اي حد بيفكر في الموضوع ده يوافق فيه. انا منطقه الاهرامات ليه احنا بنعملها من 8 الصبح او من 7 الصبح لغايه 5 بعد؟ ليه ما تبقاش شغاله 24 ساعه؟ ليه ما نحس، وانا اعتقد ان ممكن يفكروا ليه ما يبقاش، عشان فيه حد في الصيف بتبقى صعب جدا انك بتلاقي عين السياح وشهم مزنهر، وخاصه ان مفيش حمامات كمان ولا حاجه يخشهم، بتبقى وبالليل المنطقه تبقى جميله جدا جدا. المهم ان انا اجهز المنطقه انها تشتغل 24 ساعه، المهم ان انا اجهزها. والمهم كمان احنا الصوت والضوء ده معمول، فكرته معموله من سنين، وانا برمي ضوء على الهرم وبيتكلموا ومبهورين. هو معمول انه حاجه في يا جماعه طب انا بدل ما برمي الضوء بقى، ما انا اطلع خوفه على ما اطلع صوره لخوفه على الهرم وخلي خوفه هو اللي يتكلم على الهرم. انا عملت ده في نهائي بطوله من بطولات عمرو شبانه، خليته هو يتكلم ويعمل رساله، لبسته فرعوني وعملته 30 متر انما دلوقتي بالتكنولوجي الحديث ده انت تقدر تعمل حاجات كتير. احنا على قديمه لسه بننور الهرم وحد بيتكلم. يا عم طبعا غير ده، ممكن المنطقه ديت يتعمل فيها حاجات كويسه جدا، ممكن تعمل بطولات كويسه جدا، بس تبقى المساله الفكر فيها انها مش سبوبه مكسب او مكسب، انا بدور على مكسب قد ما كنا انا بعمل حاجه عشان تعمل دعايه للوطن. ده تفرق كتير. وحضرتك بتقول انها ممكن استثمارها طالما هتؤمن وهيتم ترتيبها بشكل تاني في الفتره الجايه انها تبقى منطقه بتدار على مدار ال 24 ساعه. ليه لا ويبقى بقى هناك تاني، يعني في حدوته تانية، يعني ممكن تاخد ولادك وتروح تسهر هناك وتشوف الهرم. وبعدين ايه حكايه الهرم ان الناس تطلع الحجاره؟ يعني انا لو بيدي الامر انا اعمل 50 متر
يعني اعمل زون سياج ازاز اول زون 50 بازاز عشان الناس من وراها ما فيش حد يخش يلمس الهرم ده لازم الزون اللي 50 متر ده يتعقب. لا هم مش بعونا في سان فرانسيسكو دوره الاولمبيه ازاز هوا يقول لك خد قهوه من امريكا ب $5 الازازه يعني هم هيبيعونا الهوا واحنا يعني ما ينفعش يعني ده. فانا النهارده لازم اعطي لهذا البناء الهرم اديله انتوا انا النهارده ما فيش حد اسمها حد يطلع يقعد على الحجر بتاع الهرم. انا ليه ما بعملش كسوه تاني للهرم الكسوه اللي لسه باقيه من فوق وقعت كلها الكسوه اللي هي يعني نقدر نقول عليها محاره باللغه بتاعتها اللي قالوا ان كان في طبقه اللي طول عمرنا بندرس ان طبقه ملساء بتغطي الهرم دي لسه ما رجعهاش تاني والحجاره اللي وقعت لسه ما رجعهاش تاني وما فيش حد اسمه حد يقرب من الهرم. وبعدين ما فيش المنطقه دي ما فيخشش فيها اي عربيه بنزين كلها كهرباء. عايز كل الاخذ بالاسباب كل ما يحافظ على هذه الابنيه وقيمتها يعني كل هذه الاثار او التاريخ. احنا لو عملناها يعني نديها وضعها اصل دي بره ما فيش حد يقدر يلمس الحجر ده هنا هم. طيب امبارح بمناسبه كلام حضرتك عن التاريخ المصري والحضاره المصريه كان في حوار دار كده مع بعض الكتاب والصحفيين عن ان مصر دلوقتي الحمد لله ماشيين بمعدل عالي جدا في الوصول الى اكثر من كشف اثري جديد بنسبه ومعدل سريع جدا. هل حضرتك تتخيل ممكن يبقى في افكار غير تقليديه او بره الصندوق في الفتره الجايه؟ هل ممكن نعمل منطقه عرض للاثار مثلا في محيط مدينه ساحليه مصريه زي شرم الشيخ او الغردقه؟ انا اما وقد كان انا يعني وانا عملت سلسله حمله في هذا الموضوع انما خلاص على المكان بتاع المتحف الكبير. انا كان في تقديري انا ان المتحف الكبير ده يتعمل ممكن مثلا عند العالمين يعني في الصحراء الغربيه لان هو ده المستقبل يعني اعمل هناك المتحف على 300 فدان 400 فدان 500 فدان وتعمل بقى متحف يعني داخلي وخارجي. واحنا هل تعلم ان احنا عندنا 100 قطعه 100,000 قطعة أثار في المخازن في الهرم وزيهم في الأقصر وعملين كل يوم نكتشف. أنا رأيي إن احنا نهدى شوية الاكتشاف وإن احنا اللي عندنا فعلا نعرضه صح ونحافظ عليه صح. فأنا طبعا أنا كان في تقديري إن المتحف لو على بعد ليه؟ عشان أزود الليالي السياحية. المتحف وده المتحف لما بعمله وبعمل جنبه الأوتيلات وأعملها بقى على النظام الفرعوني أقول له بقى نظام تاني ما كانش فيه كهرباء مثلا يعني أو إن النظام الفرعوني كان بيعمل ستايل وهم كان حد شاف الفراعنة بيناموا إزاي؟ إحنا نعمل لهم نظام تاني غير الفنادق هتبقى على نظافة الخمس نجوم بس بطريقة تانية. فأعمل أنقل المنطقة دي أنقل المنطقة تانية ودي كان بالتالي هتزدهر وهيبقى عليها لأنك أنت بيبقى متحف زي ده بدل ما بيجي السايح هنا ويتحشر في الزحمة والحتة دي زحمة جدا جدا جدا. انا كان راح هناك زود لي عدد ايام سياحيه وبعدين عملته بالطريقه الصح والكلام ده كله. انا النهارده عندي اثار يمكن عرضها يمكن ان يكون في كل محافظه مع متحف يمكن ان يكون في كل محافظه متحف. واحنا يهمنا كمان ان اولادنا يشوفوا ده. انت لو عملت احصائيه عند المصريين كم واحد شاف المتحف هتلاقي خمس يعني اقل من 10% بالتاكيد. يعني محتاجين ده على مستوى السياحة الخارجية الوافدة إلى مصر وعلى مستوى حتى تعريف المصريين نفسهم بتاريخهم وحضارتهم. طيب خلونا نتوقف مشاهدينا مع فاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذا الحوار. اهلا بحضراتكم مره تانية ما زلنا معكم وهذا الحوار اللي بنبداه النهارده وان شاء الله يتكرر على شاشه قناه الاهلي ومن خلال الاهلي ليله اسبوعيا كل يوم احد في تمام السابعه مساء بتوقيت القاهره من خلال الاهلي الليله مع الناقد الرياضي والاعلامي الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي. باجدد الترحيب بحضرتك يا استاذ ابراهيم. عايزين نتكلم شويه عن النادي الاهلي رؤيه حضرتك لفكره التطوير في الشكل والمضمون يعني برنامج عائله الاهلي تركيز مجلس الإدارة في برنامجه اللي أعلن وقت الانتخابات الخاصة بمجلس الإدارة أنه التطوير مش بس على مستوى الرياضة أو منظومة كرة القدم ده في الشكل والمضمون من الأسوار إلى داخل النادي إلى الخدمات اللي بتقدم على كل المستويات. شايف إزاي الشغل اللي بيحصل حاليا في النادي ده؟ لا أنا شايف أن في حاجة معمولة خطة موجودة بتتعمل وبتتنفذ وماشية وشيء رائع جدا. فيها شكل لما بتشوف السور اللي كان عادي وبتاع ده يعني مثلا لما تشوف الجزيره بقى في سور وفي ارتفاع وفي كذا وفي كذا وفي استفاده منه ده في حد ذاته بيدي انطباع معين. انا شايف ان في حركه للمجلس كويسه جدا او افكار بتنفذ بس انا نفسي
ودي مش قضيه يعني نفسي بقى ازاي كيف يمكن الاستفاده من مجتمع زي مجتمع النادي الاهلي. لان ده يعني خلي بالك ان الانديه انت عدد كبير بتتكلم لما تبقى اسره اب وام وطفلين في النادي الاهلي يبقى انت عندك حوالي نص مليون واحد في الكيان ده. بس نص الكيان ده فيه نص مليون واحد بس دول مجتمعين على حته فيها انتماء. دولت في الانتماء يعني ده انا من يعني يمكن صوره الصوره قدامنا بتاعت السور بتعمل الصوره هي مش فكره ان انا بعمل لون وبكبر مساحه وبطول مساحه والكلام ده كله. انما انا الفكره ان انا بصدر فكره تانية ان احنا في جديد بيتعمل وفي حاجه بتتعمل. انا عايز اقول لاعضاء النادي الاهلي وكلامي لاعضاء النادي الاهلي وكل اعضاء احنا دور الكيان المجتمعي للمجتمع على الانتماء دور ضد مع المجتمع ايه. ما تيجي كده وانا احنا قاعدين مع بعض وده تجربه ناخدها انا وانت لان انا يعني لان انا كان زمان عملت فكره كده من 15 سنه كانت لطلبه المدارس قلت يعني القليل من كتير كتير ومن جنيه واحد فلمينا حوالي حاجه و20 مليون جنيه لمستشفى 57 والدكتور شريف ابو النجا ساعتها كان اول ما بدات مستشفى 57 وفعلا جنيه كان إيه لما تقعد كده طب يعمل طب انا النهارده النادي الاهلي اللي هو فيه النهارده المجتمع فيه بكلم مثلا كم الف اسره موجودين العدد عدد ضخم جدا هنتكلم عن العدد كبير جدا وبنتكلم زي ما حضرتك قلت بنتكلم عن ما يقرب من 500 الف طيب. لو حسبنا عدد الاسر في متوسط طيب انا عايز اقول لهم طب ما تيجي بقى يبقى لنا دور مع المجلس انا كمجتمع انا ليا دور مع المجلس والاعضاء والجمعيه العموميه اللي هم الحاكم الحقيقي والفعلي للنادي طب ما تيجي مع المجلس يبقى لنا دور مع البلد وخاصه ان النادي الاهلي مش اعضائه بس لا ده ليه محبيه وعشاقه وجماهيره في كل حته في مصر ولو انا بعمل اي حاجه من هنا هتبقى دي عدوى بتتنقل لكل حته في مصر. يعني انا النهارده من خلال البرنامج النهارده ومن اول حلقه ديت طب ما تيجي نقول لهم احنا دي افكار وانا مستني من اعضاء النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي يعني تقريبا مليء بالكوادر كوادر في كل حاجه الدكتور والمهندس والمدرس يعني في كل التخصصات موجود. طب ما تيجي نفكر لو انا مثلا لو الاسره عملوا صندوق تبقى جمعيه عموميه ممثله فيه ومع عضو من المجلس صندوق يتعمل كده 5 جنيه في الشهر انا بتصور 5 جنيه دول يتعملوا نص مليون جنيه تقريبا في الشهر. طب انا عندي نص مليون جنيه انا ممكن ان انا طب انا ما انا كنادي اهلي بقى ومجتمع النادي الاهلي وانا الكلام ده كله انا فين بالنسبه للمجتمع انا ممكن يبقى قريه من القرى ادخل لها ابتدي فيها مشروع لغايه ما اخلصه ممكن نبقى انا في حي من الاحياء القريبه مني اعمل مشروع لغايه ما اخلصه. الفكره هنا مش الخمسه جنيه ولا نص مليون الفكره ان الاولاد الصغيرين اللي احنا بنتكلم عليه 50 60 70 الف في السن الصغير عودته وعلمته انه امتى يبقى ليه دور تجاه البلد ده وانا ازاي انقل الانتماء ده من الانتماء من حيز النادي هنا بقى عايز اكبره للمجتمع يبقى انا المجتمع الاكبر يبقى انا ليا انتماء ليه لغايه ما نوصل كلنا للبلد وقوه الكيان ده كيان الاعضاء وهو مجتمع على اي نشاط معه. تخيل بقى تخيل النهارده كيان انا حتى بالعكس يعني ما يبقاش الاعضاء كلهم كله منتظر ايه الخدمات اللي بتتعمل وما يبقاش كل همنا البوفتيك وكبير ولا صغير لا ده جزء مطلوب وغالب انه يتعمل انما احنا دورنا المجتمع ايه. انا الفكره ان الاعضاء الانديه انت مجتمع في مكان على انتماء لمكان فانت في رابطه بين الناس دي ربطاهم بس مش عارفين نستفيد بالرابطه دي. حضرتك بتتمنى يبقى في نشاط خارج حدود النادي الاهلي منظم لاعضاء الجمعيه العموميه؟ لا مش بتمنى لا ده ان شاء الله هيحصل لا نتمنى احنا عاوزين نتمنى انا وانت يعني ما عادش فيها تمنيات بتطالب بده انت حضرتك النهارده بتعلن ده يبعتوا لي احنا مستنيين اراء الناس ما يمكن يبقى في افكار اعظم من دي 100 مره انما احنا عايزين الكيان ده مقترح مبدئيا ان الاعضاء يبقى لهم نشاط مجتمعي في تطوير المجتمع احنا احنا ككيان النهارده نقدر كل شهر نبقى معانا نص مليون جنيه هنعمله ايه هم يفكروا ونعمله في ايه انما نبقى لينا دور تجاه المجتمع لان دي بلدنا خد بالك وبعدين انا حضرتك قلتها جميله جدا ان ممكن يبقى مشروع تنموي او مشروع خيري في قريه من القرى الفقيره في اي حته بقى هم يقرروا بس ده بس نقدر ولا لا انا مستني انا مستني اعضاء الاهلي يردوا عليا انما مش كفايه ان المجلس عمال يعمل في حاجات وبيعمل فصول وبيعمل في تطوير وبيعمل نظام وعامل هو نظام عظيم جوه للحاجات بالنسبه للكبار والصغيرين معمول حاجات كتيره جدا العائله يعني كعيل طب العيله دي بقى عايزينها الكبيره دي بقى لها دور في المجتمع
وده قيمتك يعني. هو انا النهارده النادي الاهلي تاريخ، النادي الاهلي تاريخ كبير وعريق وانتصارات. طب انا بقى عايز اعمل ليه دور؟ عايز يبقى احنا كمان ما يبقاش بس الدور اللي هي فريق الكوره، لا ده انا عايز انتوا كلكم فريق الكوره وكلكم راس حربه وكلكم تقدروا تجيبوا جوان ما تيجي. ولو اتعملت كده العدوى دي هتتنقل في كل الانديه. تخيل احنا منين مجتمعنا، منين لمنين؟ هو ده اللي عايزه. ولما حضرتك كمان كنت بتناقش الفكره دي بشكل مبدئي معانا ومع مجموعه من زملائنا من يومين، وهي فكره مميزه جدا ان حضرتك دايما عندك تصور لما يمكن ان يقدمه للمجتمع المصري كيان كبير بحجم النادي الاهلي، فكرنا ان التجربه دي لو تحولت الى دعوه من استاذ ابراهيم حجازي وعبر النادي الاهلي وتم تعميمها لتكون مشروعات مشتركه بين الانديه المصريه، هو ده كده حجم الانجاز هيكون ايه؟ طبعا ما انا النهارده لما اعمل ده النادي الاهلي النهارده، فقالوا مع اعضاء الاهلي النهارده عملوا 500,000، ده مش هيبعث النهارده. طب وانا اعضاء الزمالك اقل منهم؟ طب ما انا اعمل ده والاسماعيلي حتى لو العدد قليل، ما انا اعمل ده. دي بلدنا اذا ما استغلناش كل حاجه فيها ان احنا كلنا نبقى تروس داخله في بعض بتدور المكنه دي كلها، يبقى احنا بنهزر. احنا نقدر نعمل حاجات. انا الاهم حاجه عندي في ده ايه يا محمد؟ ان انا علشان انا التعليم بعافيه شويه، انما اللي فاتنا من التعليم هيقدر في منظومه النادي ان انا اعلم الصغير ده انه انتمائه للوطن يبقى ازاي وللبلد ازاي ويبقى ليه دور ازاي. لازم يبقى في احنا الشعب الوحيد او المنطقه العربيه يمكن الشعوب الوحيده اللي فيه التراحم والموده بين الناس. يعني انت ما تلاقيش حد في بلاد في اي حته في العالم ناس بتاكل ناس زي موائد الرحمن عندنا، ده مش موجود الا في مصر بس. خدت بالك؟ احنا ازاي نعمل ده؟ لان احنا في ناس من اهلنا تعبانين، ازاي نبقى كلنا مع بعض ونعمل ده؟ لان ده في الاخر هنعكس على البلد. ازاي فعل دور الكيانات الكبيره دي كلها؟ ايوه. وواحد منها طبعا في وبعدين لما يبقى كيان نادي كبير كده بالاسم ده، تخيل ان نعمل ده، وتخيل النهارده النادي الاهلي اتحرك والزمالك اتحرك وده اتحرك، ده هينعكس على عمرك بقى ما ساعتها ما هتسمع الكلام الفارغ اللي بتسمع ده، وعمرك ما هتسمع عن تعصب، وعمرك ما هتسمع لان الانديه دي هتجمعها رساله راقيه جدا. ما هو راقيه، ما هو ده هو ده كده. والمنافسه في الملعب حضرتك يا سيدي، المنافسه انا نفسه المنافسه دي مطلوبه وعلى اعلى مستوى وكل ده موضوع. طيب معلش خليني احط التصور دلوقتي ان واحد من اللي بيسمعوا حضرتك من المشاهدين يقول يا جماعه انتوا بتقولوا لنا كلام، ده كلام نظري، انتوا بتقولوا شعر، ده المنافسه في العالم كله وفكره التعصب والانديه اللي بتهاجم بعض، ولما لاعب بيروح من برشلونه ريال مدريد جمهور برشلونة بعد كده بيرجع يهاجمه. يعني هل احنا كلامنا كلاسيكي او كلام شاعري او كلام رومانسي بعيد عن الواقع ولا لا يا استاذ؟ لا، ما اللي بيقول لي ده بقى انا اقول له طب ما بتشوفش انت الفرقه لما تبقى خسرانه والجمهور بيسقف لها؟ ما بتشوفش انت الفرقه ان زي النهارده بعد الماتش اللعيبه كلها بتاخد بعض بالحضن؟ ولا في اي حاجه، ما بتشوفهمش مقطعين بعض في الملعب اول ماتش ما خلص كلهم عم يسلموا بعض وبيدوا فنانين الجمهور خارج بيحتفل لا 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 احنا عايزين احنا اصل فكره ان يكون هناك والزج بالتعصب واثاره التعصب دي يعني خطر كبير جدا. احنا داخلين على كاس امم افريقيا، انا بتطلع النهارده ان يبقى في نوع من التنسيق بسرعه، لان انا النهارده فين مسؤوليه النادي الاهلي ان يبقى ليه جماهيره موجوده ومسؤولين واخدين الحته دي من الاستاد، وفين الزمالك يبقى واخد حته من الاستاد؟ انا لازم اعمل ده بسرعه. طب ما الجمهور المصري ما بين حال بان تخرج البطوله وكلنا ان شاء الله على يقين ان احنا نقدر نخرج البطوله دي بافضل شكل ممكن، والبعض الاخر المتخوف او الحذر لانه الجمهور بيرجع بعدد قليل على استحياء، لسه اتحاد الكوره المسابقه هتستمر ولا لا، الاضطرابات اللي احنا شايفينها دي كلها، حضرتك شايف هنعمل ايه في كاس الامم؟ لا لا ان شاء الله هترجع، هيبقى في جمهور وهيبقى قد 2006 500 مره باذن الله. نفكر نقدر نخطط ونقدر ان احنا نقدر اصل احنا نقدر ننجح بس نشتغل مع بعض زي ما نشتغل مع بعض ونفكر مع بعض والناس اللي عماله تحط الغام في السكه دي لا انما نقدر نشتغل. وانا من ضمن المقترحات يعني انا مش مطلوب مني ان استاد القاهره بس اللي يبقى مليان، انا مطلوب مني كل الاستادات تبقى مليانه. خلي بالك من دي، اللي ليه فرق تانية بتلعب لازم الاستاد يبقى مليان، ده جزء من نجاح البطوله. فاحنا ازاي نعمل ده؟ اللي يقدر يعمل الحكايه ديت الاهلي والزمالك، يبقى بالتنسيق جماهيرنا هناك تروح مع في الملاعب دي وتملى الملاعب دي وتعمل ده. يعني استاد الاسماعيليه جمهور الاسماعيلي مع جماهير تانية، لازم ننسى حكايه يا سيدي الفاضل المنافسه دي حلقه صغيره بتنتهي خلاص. انت بتتنافس الاهلي بينافس الزمالك وبينافس الاسماعيلي عند حته، انما كلنا بنتجمع عشان مصر وكلنا بنتجمع ده، والانتماء ده الحلقه الاولانيه اللي بتاخدنا الحلقه اكبر، الانتماء اكبر. فالمنافسه مطلوبه، انما التعصب لا، خناق لا، الكلام الخايب ده لا. يعني هي دي الفكره، نستطيع ان احنا يعني هل حتى بتطالب الشباب نفسه
من جماهير الأندية كلها اللي بتتنافس في مقدمتها الأهلي أو الزمالك، كل الأندية الكبيرة في مصر، إنها تهدي اللغة شوية على المواقع والسوشيال ميديا، إن مش لازم تبقى في حدة تجاوزات، يعني خلي يبقى في احترام وود متبادل رغم التشجيع ورغم الأمور الطبيعية الخاصة بالتنافس الرياضي عادية جدا. أنت تفتكر الشتيمة هتخليني أكسب؟ يعني أنا أشتمك مثلا هكسب؟ المكسب ده في الملعب، اداء في الملعب ورهد في الملعب وفكر في الملعب والكلام ده موضوع ملوش تاني. احنا ليه بنحول ده كده؟ ده لغه العاجزين. انما لو فكرنا بالراحه في المساله لا، لان انا النهارده انك انت المفروض انتمائك لاي كيان صغير اللي هو نادي، الانتماء ده بيدوب كله وبيتجمع كله في الخطوه الثانيه عشان نحب الوطن. انما لو كان انتمائنا هيفسخ الوطن ويعمل لنا مشكله، لا بلاها بلاها، يبقى بلاها كره اصلا كمان، لازم نبقى احنا. طيب استاذ ابراهيم، حنقل حضرتك شويه للحديث عن الشارع الاهلاوي في الفتره اللي فاتت، اللي كان بينتقد مجلس الاداره، يا جماعه ما بتصرفوش ليه، ما جبتوش لعيبه ليه، طب عايزين صفقات سوبر، وحصلت استجابه وتركيز من مجلس الاداره على النهوض بشؤون الفريق. حضرتك شفت حجم الصفقات اللي تمت والاكثر حصولا على افضل عناصر في فتره الانتقالات الشتويه، شايف ده كان اهميته ايه في التوقيت ده من خلال خبراتك الكبيره مع عالم كره القدم؟ هو جزء من المشكله الحقيقه خارج عن إرادة المجلس الحالي، هي تراكمات. يعني زي كده ما بنبص لمصر والمشاكل اللي لما يجي الرئيس السيسي مسك الحكم، فاكتشفنا يعني واخد شايل شيلة يمكن 30 سنة أو أكتر من 30 سنة، مشاكل كلها في التعليم، في مشاكل في الصحة، في مشاكل في في, في كله، مشاكل كل القطاعات في كل عشان. أنا مع الفارق يعني في التشبيه، إنما أنا النهاردة ليه المجلس ده ليه حاجات عنده كتيرة فيها مشاكل، ربما يكون تأخر، حصل تأخير في حاجة، انما في الاول وفي الاخر بقى في مجموعه من الاسماء واللعيبه والكلام ده كله موجوده، وانا بتصور ان مجموعه كويسه جدا يعني اللي موجوده في النادي قادره على تحقيق طموحات الاهلاوي، تقدر تعمل ده. وفي الاول وفي الاخر ده يعني انت اصل في الاول يعني في النهايه اللي بيكسب اللي بيطلع الاول ده واحد، ما ينفعش اتنين، يبقى واحد اللي بيكسب البطوله. ممكن انا ابقى جامد جدا وما اقدرش اخد ده، يعني هو كده يعني انت يعني ما لما نشوف ريال مدريد، لما بنشوف برشلونه، لما نشوف مش برشلونه امبارح متعادل مثلا في السباق رغم ان السباق مرعب بينه من اتلتيكو مدريد، انما هي الكره كده. انا النهارده اتلتيكو مدريد خسر من شويه كمان، خسر الاخر يبقى ما يعني حاجات غريبه جدا، يعني ده داخل تعادل النهارده ده يعني جامله بنقطه، نقطه بنقطه. انا اقصد اقول ان النادي الاهلي عنده فرقه كويسه وتقدر فتبص تطلع لك حاجه زي موضوع الاصابات دي وحاجات وعايز بتكلم في الموضوع مش هنا عموما، انا بتكلم شويه طبعا على 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 عموم، انما انا اللي شايف اتعمل ده شيء ليس في المكان افضل من مكان اتعمل حاجه كويسه. في حاجات كتيره كانت يمكن تتعمل على فكره فيما يخص في الترتيب بتاع البتاع، انما وارد انك انت ما تقدرش تعمل كل حاجه في وقت واحد، لكن حضرتك شايف الخطوات اللي تمت حتى الان جيده للتعامل مع طبعا الاضطراب اللي كان في الفريق يعني زي ما بقول انا مثلا من 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 ضمن الحاجات ان انا النادي الاهلي غني بكوادر، عنده كوادر كتيره عندي انا هنا، بس ازاي كيف نستفيد من افضل العناصر الموجوده عندي دي تتحط تحتها كذا خط. هي في اشكاليه استاذ ابراهيم دايما ان جمهور النادي الاهلي تعود ان طموحه يبقى بالنسبه للفريق بلا حدود من ناحيه البطولات، ومن ناحيه حاجه تانية العناصر الغنيه جدا والمميزه فنيا الموجوده في الملعب. جمهور الاهلي عايز يبقى نجم خارج ونجم داخل، البديل على مستوى اللي في الملعب هو احسن، والاشكاليه ان ده بقى مكلف جدا، لغه الارقام حضرتك تعلم اكتر مننا اتغيرت تماما، عشان المعادله في منتهى الصعوبه. عشان كده انا بقول النهارده النادي الاهلي يستطيع ان يبقى هو مركز امداد، يعني زي وزاره التموين لكل الانديه والبره، ان انا اعمل قطاع الناشئين صح، اعمل صح يعني اعمل ده محتاج صح، هيبقى محتاج ايه؟ هيبقى عندي اماكن لاقامه الاولاد الصغيرين واولياء امورهم، وهنقل لهم مدارسهم هنا، وعايزه مصاريف، عايزه دراسه جامده، افضل المواهب اللي بيتم اكتشافها، انما ما يبقاش عندي الا مواهب، ما يبقاش عندي الا مواهب. تعال شوف المردود ده بعد كام سنه ايه بقى؟ هتبقى انت بتتكلم في حاجات كتير جدا، ومردوده على الكره المصريه ايه؟ وتخيل لو الاهلي عمل كده والزمالك عمل كده والاسماعيلي عمل كده، هتنقل الكره المصريه نقله تانية خالص. هل بتشوف ان اللاعب اللي يستحق التواجد في قطاع الناشئين في الاهلي لازم يبقى موهبه؟ لازم، انا ده بطوله يا قدر على يا سيد الفاضل، ده قطاع بطوله، اللي عايز يلعب الكره كده يلعب في الرياضه للجميع، وانا عايزه يلعب، ما اقعدش عشان ما لا كممارس من حقه يمارس الكره والكلام، انما مش هنا، انما ما يلعبش هنا، هنا المواهب.
لان هو خلاص هي الكره كده، ده صناعه مدام بصر ملايين. ما انت شايف اهو، تخيل بقى انا لو عندي المواهب دي كنت هعمل قد ايه، لان ده في الاخر هتبقى هيبقى ليك 100 و150 و200 لعيب بره مصر. طب حضرتك شفت حجم الاعداد، اكتر نادي في مصر بتتقدم له اعداد لاختباراته، الاجهزه الفنيه هتتعامل وتنتقي افضل العناصر. لا لا ما انا احنا غير، لا دلوقتي اصل المسائل لازم تختلف شويه، لان في عين خبيره. وبعدين انا بختار منين؟ من الناس اللي في القاهره من هنا، واللي جاي لي من بره على استحياء. انما الموهبه ده ممكن الولد موهوب وفي قريه وفي ندع وكلام مش قادر يجي اصلا، وما يقدرش يجي. انا اللي اروح ادور على المواهب هناك، مش اقعد لغايه ما يقولوا لي هنا. وحكايه ان انا قاعدين بنشرب كوبايتين شاي ونشوف دول وتعالى ادخل، لا 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 خلص ده. مفيش فرقه يبقى في حد في الفريق في قطاع بطوله اسمه نص نص، لازم يبقى موهوب عشان اصرف عليه، عشان ياخد الناتج. عايز نموذج عبده البقالي يتكرر تاني. انا بقى يلي ده يلي ده، انما انا عندي دلوقتي العلم تطور وبقت المساله متطوره والكلام ده كله، استطيع ان انا بسهوله شديده نقدر نعرف الولاد دول. وبعمل اختبار واثنين وثلاثه قبل ما اخده، ان انا هصرف عليه كتير. يعني هصرف عليه كتير بس هاخد منه اكتر. حتى على مستوى الاستثمار الرياضي مش بس ده في الملعب. يعني ده هو اللي هو كل المدارس النهارده في الارسنال وفي كل الانديه الكبيره في انجلترا وفي اسبانيا، هم مكسبهم الحقيقي من اللعيبه اللي بتطلعها. هو اللي هيجيبوا منين الفلوس دي؟ يعني هيقدر يسد ازاي؟ شوف حضرتك تجارب الدول الاوروبيه اللي راحت عملت مدارس كوره في افريقيا وخرجت نجوم لاشهر دوريات العالم. انا النهارده انا بقول بختار من ده، ولو ادى الامر اطلع واعمل قريب من افريقيا واعملش زيهم ليه؟ انما هو ده استثمار حقيقي لابد ان ننظر اليه. وكمان يعني انه من الامور اللي تم الاتفاق عليها واكلت المهمه من مجلس الاداره للاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي بالتوسع في اكاديميات النادي الاهلي، وانها يبدا انشاء فروع لها في بعض البلاد في القاره الافريقيه في الفتره الجايه، راي حضرتك؟ انا ما اعرفش احسن موضوع الاكاديميات. هل هي معموله للربح ولا معموله للكوره؟ اعتقد الاثنين يعني، لان لو دخلت للربح يبقى هيخشها نص نص. خلاص بقى ما دام هيدفع فلوس بقى الراجل ده رايح يلعب كوره يعني، خلينا نتكلم. بس كابتن يعني الخطيب قال كمان في الحمله الانتخابيه وبيتكلم عن فريق الكوره وعن مشروع الاكاديميات وعن تطوير القطاع ده، قال دايما عندنا الاولويه نمره واحد واثنين وثلاثه فني قبل الامور الماديه. يعني قال تركيز المجلس ده على الامور الفنيه. انا بتصور اذا ان هعمل ده، اولا احنا مش هنخترع، لما نشوف الناس دي عامله ايه، نشوف برشلونه عامل ايه عنده. شوف برشلونه ده لما خد واحد زي ميسي ده عيل عنده 12 سنه وعنده امراض الدنيا كلها، وخده وصلحه وعمله بس موهوب وقدر يطلع ايه. فلما نشوف ده عامل ايه والمدرسه دي عامل ايه واشوف ايه اللي يناسبنا، لان ممكن حاجات هناك ما تناسبناش. انما المساله مش اختراع. هل بقى تبقى اكاديميات، هل نعمل ده كذا، هل نعمل كذا. حضرتك بتقول لابد من دراسه التجارب الاكثر طبعا عشان نبتدي من حيث انتهوا هم. انا وليه انا هنالف يعني، واحنا بنشوف هم عملوا ايه ونشوف ايه اللي يناسبنا من هذا الكلام وتطبيقه. انما المؤكد ان ما فيش حد في قطاع بطوله ومقيد في قطاع بطوله الا ما يبقى موهوب. طيب استاذ ابراهيم، برضو جمهورنا وهو بيتابع حضرتك دلوقتي مهتم جدا اكيد بالخطط والرؤى المستقبليه وكل هذه الامور، لكن بيتكلم على النهارده عايز يشوف الدوري ده، راي استاذ ابراهيم حجازي ايه؟ بطوله افريقيا هذا الموسم بعد الشكل اللي قالوا انه غير مسبوق اللي ظهرنا عليه في النهائي السابق امام الترجي. راي حضرتك ايه؟ هل العناصر اللي توفرت مع الجهاز الفني الجديد مع التعديلات اللي تم اجراءها على قطاع الكره في النادي قادره على الفوز بالدوري وبطوله افريقيا هذا الموسم وتعويض ما فات؟ انا الدوري دايما بيبقى في احنا النادي اللي بيلعب على بطوله او مش عنده الاختيار واحد، انه بيلعب على بطوله لا بيلعب بمركز اول. انما هي المساله مرتبطه بحاجات كثيره ومتغيرات كثيره ممكن تحصل بالامكانيات اللي عند النادي الاهلي او باللعيبه اللي موجودين دلوقتي. اذا دول تكاملوا ولعبوا في وقت يعني خدت الافضل فيهم ولعبوا في وقت واحد، انا بعتقد ان بطوله افريقيا تبقى قريبه جدا منهم. وانا بتصور ان دي البطوله الاهم طبعا، وده لانك انت ترجع تاني لافريقيا، لان ما ينفعش احنا البطوله اللي خسرها النادي الاهلي اللي فاتت دي كانت في ايديه يعني. انا شايف وخسارتها تمت بحاجات ساذجة، انا رايي ان حاجات لو اتعادت 100 مره ما تحصلش كده وما علينا. فانا النهارده مهيئ الدوري، بقول الاهلي عايز ياخد الدوري، لو هو عايز يعمل دوري يقدر ياخد الدوري لو كسب كل ماتشاته، فهيقدر يعوض الفارق اللي موجود في النقاط. لو كسب كل ماتشاته يقدر ياخد الدوري، ده هدف وتارجت يعمله. هل يقدر يعمل ده ولا لا؟ في كوره مفيش مضمون، مفيش حد يقدر يقول انا اقدر. لكن حضرتك شايف العناصر الحاليه في الفريق بتخلي بطوله افريقيا اقرب من المواسم اللي فاتت. هو مش حكايه، انا بتكلم ان البطوله دي بقيمتها يعني قيمه بطوله افريقيا يعني والنقله العوده لا وبعدين انت هياخد انت بتاخد بطوله افريقيا بتاخد قد ايه؟ هتعوض لك شويه فلوس برضه.
والامن. لان النهارده بس خلينا نبقى صراحه، افريقيا ما بقتش الانديه بطوله زي البطولات الاولانيه ايام كوتوكو والكلام ده كله، لان الانديه كل النجوم بتاعتها راحوا بره فمش موجودين. فعيب عيب بقى ان احنا ما نعمل، المفروض ما تطلعش من مصر بطوله زي دي افريقيا يعني. وده راي ناس كتير ان البطوله دايما المفروض تكون في مصر بعد يعني ذهاب افضل العناصر في البلاد الافريقيه. مفيش، انت عندك في المغرب يعني الانديه الجزائر وتونس والمغرب اللي هم كان المنافس الاقرب دايما ليك. انت شفت الافريقي حصل له ايه؟ شال 8 8 ده لو من مازيمبي، ده يعني ده صعب قوي يعني. هو الكلام اللي حضرتك قلته جميل، ان فكره انه عيب البطوله دي تخرج من مصر فعلا، لان عناصر انديتنا النهارده عندهم عناصر دوليه وعندهم خبرات من منتخبنا الوطني بترجح كفه انديه القمه في مصر طبعا في مقدمتها الاهلي على الانديه اللي بتنافسها في القاره. صحيح، وده كلام منطقي جدا. طيب بعض الذكريات للاستاذ ابراهيم حجازي في التعامل مع تاريخ النادي الاهلي واحداثه الرياضيه والتفاعل مع النادي الاهلي اللي حضرتك ما بتنساهاش ابدا كمحطات رئيسيه في حياتك. انا عايز اقول يعني انا في كان في مره نهائي افريقيا وكان كابتن صالح كان هو رئيس البعثه ديت، كان في الكاميرون وحصل ان كنا قاعدين وكان كابتن صالح قاعد الله يرحمه وجه حد من الجاليه المصريه بيطلب تذكره. انت عارف لما يبقى يعني بطل الكاميرا بيجي يلعب هنا فبيجي النادي الاهلي يديلهم 50 تذكره 100 تذكره وفقا للاتفاق عشان يدوها للسفاره يدوها للرعايه لو لهم رعايه هنا، ولما اروح هناك باخد التذاكر. فهم كانوا هم هنا وخدوا التذاكر فهناك هيدونا تذاكر. فالراجل من الجاليه المصريه، وكانت الجاليه المصريه كلهم ما يجوش خمسه مثلا يعني، فجاي فواقف كابتن صالح بيقول له، قال له التذكره بتاعك، قال له حاضر اول ما تيجي تذاكر. فسكت الراجل كده، فكابتن صالح قال له في حاجه؟ قال له يا فندم التذاكر اتوزعت. قال له ايه؟ طب مين اللي هيوزع يعني مان؟ فطلع ان التذاكر السفاره خدتها ووزعتها دون الرجوع لاداره النادي. الكابتن صالح هنا يعني اصر ان التذاكر ترجع تاني، هو حتى بيقول لي قال لي يعني انت فاهم ان انا اقصد ايه؟ انما هي فكره ان انا يا يعني جماعه وانا ما قال وانا هاخد تذاكر حديها للسفاره وانا عليه حد هنا ما انا حديها له، بس ما تتعداش اختصاصات النادي. كابتن صالح في مره كان في النادي وداخل وربيع ياسين ما كان بيلعب، فقال له كابتن عايزك والله، قال له ايوه. فراح الكابتن صالح واخد كرسي وشده عليه على الترابيزه، فربيع بيقول له يا كابتن مدير، قال له لا راح قايم، قال له ده مدير الكوره، ده صالح سليم لما يتكلم في الكوره كله هيسمعه، انما هو لو اتكلم كرئيس لغى او لغى شخصيه أو تخطى مدير الكوره خلصت المساله. دي الامور الصغيره اللي هي بتتوارث تميز النادي الاهلي. هو دي الحاجات الصغيره انك انت لا. فهو قال له لا تروح لمدير الكوره بتاعك وخلاص انت ايه. وهو لو صالح سليم يتكلم حد هيقول له لا ولا حد، انما هي الفكره كده. اللي بيعمله ده لان صالح اتعلم ده من التتش وتعلموا ده من زمان، ودوم دول بعديهم وليه كان بعد كده الفريق بورتالي وكمل الله يعني يرحم الجميع. فانت بتسلم حاجات يا حسن حمدي بتسلم حاجات لحاجات. هي في الاداره كده يعني، انت فكره ان يبقى في اداره ان انا مش واخد كل حاجه معايا وما ينفعش ما تمشيش يعني انت فاهم. مثل هذه الامور انا لما بطبقها في اي حته هتبقى كويسه، وهو ده ممكن يدي لك انت معدلات ناجحه حتى لو كانت الظروف كلها، انه يديك معدل ان الاداره ابحث عن الاداره دايما هتلاقيها ورا كل يعني ده. هل حضرتك متفق مع اللي قاله كابتن خطيب لما الناس قالت يا جماعه مستوى الفريق اول الموسم ما كانش مطمئن، كنا الشكل مزعلنا وبعض النتائج، والامر زاد جدا بعد الخروج من بطوله افريقيا او عدم الفوز بالبطوله في النهائي؟ كابتن خطيب قال كان عندنا ملاحظات وكنا بنعتزم تطوير الفريق والنهوض بالقطاع وتطوير كل شيء واعاده بناء الفريق، بس مش طريقه النادي الاهلي، التدخل والبطوله شغال. قال كان عندنا ملاحظات وكان لازم نستنى مع مشوار البطوله. انا على فكره النقطه ديت وانا يمكن قلت الكلام ده للكابتن محمود فيها على خاص يعني، انا امتى هستنى لغايه امتى عشان اتدخل؟ يعني لو لقيت مصيبه بتحصل هقول مش هتدخل اخر الموسم؟ ما انا ممكن اتدخل بس مش بدخل من خلال الاعلام، ما حدش يعرف انا بجيب المدير الفني ده اصلا بره، ده ما بيحصلش ليه؟ لان في مدير فني يعني في مدرب فني للفرقه، انما في مدير فني للنادي ده بيعلو
المدير الفني بتاع الفريق بيعلوه، وهو ده اللي بيتكلم معاه. انما ما ينفعش ان نسيب انا المدير الفني اللي عندي افرض بيخرف اسيبه لغايه ما تغرق وبعدين طب خلاص خربت. يعني انا النقطه في اوقات لازم مراجعه الامور باهتيالي كده. يعني انا بيتهيالي ان انا عندي حته معينه لازم اتدخل، ومش بتدخل عليا لان انا هبعتر الراجل لو انا قلت له ان بتدخل او بساله في حاجه، يبقى في ده دون ان يعلم في الحجرات المغلقه او في الغرف أيوة المغلقه في الحجرات المغلقه. ما كان بيحصل مع جوزيه ده، وكان لما ساعات بيحصل ده بيجي لي في الاوضه ما حدش يعرف، انت فاهمني؟ فانا ما ينفعش ان انا اسيب على المطلق. يعني خدت بالك امتى اقف اقول له لا حضرتك بتقول كل حاجه خير الامور الوسط، كل مش حاجه الوسط. انا شايف الدنيا انا يعني انا لما يبقى عندي مدير فني وبص الاقي ان في مثلا لعيبه جت، يعني ما هو انت برضه عشان عدم وجود المدير فني للنادي فالمساله بتبقى ماشيه ايه، بيبقى اللي جاي ده الحته دي ملخبطه عندنا في مصر، لان انا المفروض المدير الفني ده بيبقى كفاءه عاليه جدا، هو الذي يحدد الاحتياجات ايه، وهو اللي مع المدير الفني موجود، بس الكلام بتاع ده يعلو مدرب المدير الفني بتاع الفرقه. انا مين اللي جاي ومين اللي يروح؟ انما لما تيجي تكتشف وانت بتشوف الفرقه والعك فتكتشف ان عندك 12 فرده شمال، عندك 12 واحد او 13 واحد لعيب وسط يعني بيلعبوا في حته في خط واحد، وال 13 ما فيهمش واحد كويس، طب ما لازم تغرق. يعني طب ازاي حصل ده؟ خدت بالك ازاي تم؟ يعني فاهم ازاي؟ فهل احنا نستطيع ان احنا نعمل ده وان احنا يبقى عندنا مدير فني يعني خدت بالك؟ ما ده مش عندنا في مصر. واحنا هتمشي بسلاسه ولا هتبقى في مشاكل ولا انما يعني حضرتك بتتمنى الانديه يبقى فيها البوست ده المنصب ده. ما هو اصل هو ده لو ان هو ده هو ده اللي قاعد يعني ده اللي قاعد المدير الفني الثاني ده بيجي وبيمشي يعني. طيب هل مدير الكره مهمته مختلفه عن التصور ده؟ والله انا الاختراع مدير الكره ده اسم انا يعني هو اختراع مصري باهتيالي. باهتيالي اختراع مصري. هو موجود عشان خاطر احنا عندنا الثقافة الكروية بعافية، لأن ما حدش والأولاد 99% من النشء الصغير ما حدش علمه ثقافة الكورة، حتى زي ما حدش علمه في نظام، ما حدش علمه يتعامل مع شهرة ازاي، ياكل ايه وما ياكلش ايه، وينام امتى ويعمل امتى. فاضطرينا نيجي مدير كورة، ولو ان دلوقتي حتى ما بيقدروش عليه يعني بيعمل ده، انما في الظروف بتاعت الكرة المصرية هو ده منصب موجود كده يعني. طيب منتخبنا الوطني، حضرتك كنت بتتكلم النهارده عن منتخب اليد وعن العناصر المميزة في بطولات سابقة في الاسكواش وغيرها من الرياضات. منتخبنا الوطني ما بين المشاركين في الدوري المصري وبين المحترفين في الدوريات خارج مصر. رأي حضرتك ايه في جاهزية لاعبينا وقدرتهم على المنافسة والفوز بكأس الأمم؟ واكيد حضرتك متابع مستوى طبعا اللاعبين الأفارقة في فرقهم العالمية. انت طبعا مدير المنتخب الفني المنتخب المصري بيبقى على النار، يعني هو طبعا بالنسبه لي ان اللاعب المحترف بره في مناخ افضل وفي احتكاك اكبر وفي حاجات اكبر والكلام ده كله، فهو الله يكون في عونه يعني احتمال. وبعدين انا بس في نقطه مهمه جدا، الراجل كان عاملها ربنا يسامحه بقى اللي مشي كوبر كوبر، ان زي كان متصور ان ان ان, إن دي وظيفه، يعني كانهم اتعينوا، يعني اللي خدهم في المنتخب من ساعه ما خدهم لغايه ما مشي هو هم لا اسم زاد ولا اسم لا اسم يعني انا مش قادر افهم النظريه ايه فكره منتخب، يعني ايه يعني انا بنتخب الافضل في الوقت ده عشان البطوله دي انما دي مش ما فيش حاجه اسمها منتخب اصلا دول عشان ياخدوا على الكلام ده كلام مش مظبوط. اي لعيب كره صح يقدر يتحط في اي فرقه صح يلعب صح، هو هي احنا هنالف يقول لك اصل ليه اصل، فانت تلاقي عندك هنا حتى لما بيبقوا جايبين لعيبه يقول لك اصل على ما ياخد على الفرقه، فيقعدوا نص سنه على ما بياخد ياخد على ايه؟ فالراجل حكايه المنتخب ان انا افضل انا شايف ان مستر اجيري ده اللي موجود ده او اختياراته او شايفه في اللي فات، طبعا احنا ما قابلناش حاجه جامده لغايه دلوقتي. تمام؟ بس هقف عند كوبر شويه طالما حضرتك ذكرت الاسم لانه قضيه خلافيه كبيره جدا، في ناس بتشوف وانا واحد منهم انه اسوأ مدرب فنيا تولى تدريب منتخب مصر في تاريخ المنتخب كله، في ناس ثانيه بتقول اسفين يا جماعه بالارقام الراجل وصل لنهايات كاس العالم وكان متعاقد مع اتحاد الكره المصري على تارجت وحققه. ايه الراي اللي حضرتك شايفه؟ لان جدل على المدرب هذا المدير الفني وجهازه الفني جدل مختلف واكبر من اي جدل على مدرب. حكايه الوصول لكاس العالم والكلام ده كله، احنا المفروض اي كاس عالم نوصل لها، ده خمس فرق بتروح كاس العالم، احنا هنهزر ازاي مصر ما تبقاش في الخمسه؟ فالوصول فيها ما فيهاش
يعني ما فيهاش ايدي تتنطط عليك. مش ده التارجت. لا 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 تارجت ولا حاجه. المفروض ان نوصل، مش هنضحك على نفسنا. فانت خمس فرق توصل كاس عالم، مش عايز توصل في كمان في خمسه؟ امال عايز ايه؟ طيب دي نمره واحد. نمره اتنين لما نشوف المشاهد اللي اتعملت، ما احنا عارفين. وبعدين في فرقه في الدنيا، انك انت اول ما تفقد الكوره ال 28 لعيب بالراعي وداري هيقف قدام الجون بتاعنا. يعني في انهي كوره في الدنيا اللي بيتعمل فيها الكلام ده كله؟ فالراجل ده لا انا شايف ان هو يعني الشكل اللي ظهر عليه في كاس العالم، ناس قالت كتير قوي. طبعا كاس العالم بطوله قويه، بس فرصنا في المجموعه اللي دخلنا وشاركنا فيها، ناس كتير قالت ان منتخبنا كان يعني ممكن يؤدي، او بعض نتائجه في بعض المباريات تبقى افضل من كده شويه. يعني ناس كتير قالت عندنا افضل من كده. نلعب كوره صح، نلعب كوره زي خلق الله، ونقدر نعمل ده والكلام ده كله. وخاصه انما هو الحقيقه ترك عناصر كتيره وخد عناصر فيها مجامله. لا ده راجل مش كويس يعني على اي حال. أجيري خلينا في الرالي الأجيري. انا شايف هو الرالي يعني بقى فيه شكل، طبعا مش الشكل المنكمش اللي كان بيلعب بيه كوبر ده، انما احنا غدت ما قابلناش حد خالص. احنا عندنا مجموعه من اللعيبه اللي بره كويسين، يعني اتوظفوا مع مجموعه من اللعيبه المولود. انا بالتالي يعني لان احنا في الاول وفي الاخر يعني لا، احنا منتخب يستطيع حتى لو كان في نجوم كتير جدا في الفرقه الثانيه، في الفرقه التونسيه والجزائر والكلام ده بره. لا بس ما احنا ما يعني احنا عندنا نجومنا، احنا عندنا نجومنا. يعني افضل لاعب اعتقد على مستوى افريقيا هيبقى مشارك في البطوله دي، واكبر اسم ان شاء الله هيبقى مشارك على يعني محمد صلاح. انا استطيع ان احنا نقدر نعمل حاجه كويسه، وبالذات لما تكون بتلعب في مصر. هل مطمنك يا استاذ ابراهيم؟ ناس كتير بتقول حتى شكل المنتخب مبدئيا من وقت ما بدا تولي المهمه اجاري وفي المباريات حتى الوديه الشكل مختلف. لا في شكل طبعا، بنلعب كوره. طيب يعني ما فيش حكايه انك اول كره ما تلاقي تريزيه ده ولا اسمه ايه، الراجل عامل 100 متر سبرنت عشان يدافع. يعني ده كل ده مش كوره يعني. طيب اتكلمنا مع حضرتك اكتر من مره، ومن الحاجات اللي دايما بتمثل هاجس للاستاذ ابراهيم حجازي فكره الاعداد البدني للرياضيين في مصر، وان احنا محتاجين نعيد التخطيط للموضوع ده كله. لا انا بس عشان اقرب المساله دي للساده المشاهدين، احنا دايما بنتكلم، يجي مثلا يقول لك في مدرب احمال جاي وخواجه جاي من بره. هل مدرب الاحمال اللي موجود في الفرقه المصريه، وهو النهارده عندنا جهازين مدربين الاحمال فيهم اجانب، الزمالك والاهلي، وما اعرفش يمكن في حته ثانيه فيها ولا لا، انما في مدرب احمال، هل مدرب الاحمال ده عنده الهيستوري، عنده التاريخ بتاع اللعيبه اللي بيلعب اللي قدامه دلوقتي اللي هم في الفريق الاول ده، ده وهو صغير خد ايه وما خدش ايه؟ ما اصل اللياقه البدنيه في يعني في احد التعريفات للياقه البدنيه يقول ايه؟ قدره القلب على ضخ اكبر كميه دم، وقدره الرئتين على ضخ اكبر كميه اكسجين لاطول فتره ممكنه، انك نفسك ما يكرش. القلب والدم والهواء والاكسجين اللي اتخذت منه فكره الموتور بتاع العربيه، بنزين وهواء اللي بيدينا الاحتراق. طب الموتور ده بيتكون امتى؟ فتكتشف ان الموتور ده لو القدره دي بتكون تحت ال 20، يعني ما تقدرش تنميه بعد ال 20، هو هتقدر تعمله على قد اللي خده. يعني نقدر نشبهها ان ده موتور 1000 سي سي، ده 500، ده 5000 وفقا للي خده وهو صغير. هل المدرب الاحمال اللي جه في النادي عارف اللعيب ده وهو صغير خد ايه ولا ما خدش؟ تاريخه وجرعاته التدريبيه. ايوه هو دي النقطه المهمه ببساطه، ملفه الطبي ولا عناصر اللياقه البدنيه اغلبها لا يكتسب بعد ال 20 اغلبها، انما في عناصر بتكتسب بعد ال 20 في اللياقه البدنيه، انما اغلبها المرونه مثلا بعد 14 سنه ما فيش. هي دي النقطه المهمه، فده اللي عامل لنا الاشكاليه. فانا بقى عشان نخلص من الشغلانه دي لازم يبقى برامج اللياقه البدني تتعمل صح، وانا رايي ان تبقى موحده. انا كاتحاد كره اجيب برنامج من الاتحاد الدولي، اجيب برامج موحده وتتعمل وتتطبق على الكل، عشان يبقى الهس يعني بكل الاولاد دول خدوا الجرعات دي كلها. الكل متاكد ان ده البرنامج اللي اتطبق. انا ويقدر اتحاد الكره يعمل كده، بس اتحاد الكره ما بيعملش حاجه خالص من دي خالص، ولا هو عارف دوره ايه ولا عارف يعمل ايه. يعني هي دي المشكله. يعني ممكن ده يتعمل عن طريق او المفترض الجهه اتحاد الكره هو معني برفع مستوى اللعبه، هو دي شغلته. بعمل مسابقات عشان ترفع مستوى اللعب، فانا عامل مسابقات ما ترفعش مستوى اللعب. اما مسابقه في الدرجه الرابعه فيها ناس عندها 45 سنه، طب ده بيلعب في رياضه للجميع يا جماعه؟ يعني انت فاهم اللي انا عايز اقوله؟ لازم كل واحد في المسابقه الرسميه يبقى في خدمه المنتخب المصري، يعني ممكن يتاخد للمنتخب المصري. يعني هنا حضرتك هل تطالب اتحاد الكره بانه يبدا يلتفت لامور اخرى
لا يتم الالتفات اليها حاليا اطلاقا تتعلق بتطوير اللعب طبعا. منها اعداد الناشئين طبعا لازم هو عشان يبقى عندنا كوره لازم يبقى عندنا قطاع ناشئين. مش هنصلح الكوره ولا ارتفع مستوانا ولا احنا نقدر نبقى زي الدول الكبيره نقدر نبقى زي المانيا وبرازيل وايطاليا وفرنسا عندنا مواهب عندنا بس المواهب بتاعتنا يا اما ما بنشوفهاش خالص يا اما لو شفناها بنشوفها مرحله متاخره بيبقى صعب انك انت تعمل له حاجه انما لو اهتمينا بقطاع الناشئين هو ده رفع مستوى الكوره يبتدي من هنا. طب ونمط الحياه عندنا الولد بيقضي قد ايه في المواصلات مع اسرته واسرته انشغالها بالعمل والجرعات التدريبيه المتاحه له في الوقت قد ايه والتلوث في الجو قد ايه هل الحاجات دي بتفرق بيننا وبين بلاد تانية في مستوى اللي طالع يلعب رياضه ولا دلوقتي انا لو انا الولد موهوب خلاص ده هيبقى لعيب كوره خلاص ده محترف من هو عنده 11 سنه انا هعمل له خلاص نظام تاني لا هيسافر ولا هيروح ولا هيقيل ولا الكلام. طلع صلاح بره المنظومه دي صلاح عنده موهبه من عند ربنا كده وحتى اللياقه البدنيه بتاعته انا بعتقد ان اللياقه فطريه وعشان عايز بس اوضح النقطه دي ان حدش في اللياقه الفطريه عندنا نماذج علي ابراهيم الله يرحمه كان بتاع ترديف ايه حكايه علي ابراهيم علي ابراهيم ده كان مجند هو من بحر البقر وكان مجند في الشرطه بس كان طويل فخدوه في تجنيد الشرطه ده في راح نادي الشرطه للتجديف تجديف فكان طول النهار بيشيل المراكب ويحط المراكب ففي مره قال لك يعني هم انا هقعد اشيل لهم اعمل لهم راح ازح في مركب وضرب مجرب. وضرب مقدفين سبق كل الافنديه اللي عمالين بيتدربوا بقالهم 50 سنه ومن هنا بقى بطل عالم فهو لياقه فطريه. كرم جابر بطل مصارعه ربنا خلقه عشان يبقى بطل مصارعه باللياقه الفطريه اللي عنده لان انت طالع من مركز شباب لحد ده. انما هو موهوب في المصارعه ما حصلش على افضل برامج تدريبيه ما حصلش لو عنده فطريه عنده باللياقه الفطريه فاللياقه الفطريه دي موجوده بس بنسبه قد ايه نسبه قليله انما احنا مش هنعتمد على الفطره ان احنا نقدر نعمل نقدر نعمل بس نلحق في السن الصغير فهذه هي دي القضيه لما نيجي نقارن فانا ما ناخدش حد مقياس يقول لي طب ما هو مش عارف لا ده موضوع لوحده يعني صلاح مين اللي علم صلاح ثقافه الاحتراف ده واحد من القريه بتاعته والجديد ديت والبتاع والكلام ده كله انما فربنا سبحانه وتعالى حاجه هو ربنا عرض له انه يبقى كده وربنا يحفظه يا رب يعني هو اجتهد يعني هو بذل مجهود خرافي برضه مين اللي قدره على ده يعني مين اللي قدره انه يعمل ده ربنا سبحانه وتعالى وبعدين مين اللي قدره انه بقول لك ثقافه الاحتراف الاحتراف هو احنا ليه فشلنا كل لعيبتنا اللي طلع بره فشل في الاحتراف لانه صعب جدا نوم وقسوه وتدريب فكونه يتعلم ده يعمل ده من غير ما حد وان طموحه يزيد ويزيد هو ربنا مديله ده ربنا مديله ده احنا عندنا مواهب كبيره جدا كرويه فذه لو كان ربنا اداها اليقين اللي عند صلاح واللي ادالها الحاجات اللي عند صلاح كانت كسرت الدنيا كسرت الدنيا بس ما كانش عندهم المميزات التانية دي كان عندهم الموهبه بس ما فيش يعني ما طيب يعني حضرتك بتتكلم هنا مش بقى عن الاستثناءات بتقول لكل قاعده استثناءات ممكن نلاقي فلته فنيا انما لازم ان انا اعمل اللياقه البدنيه برنامج ده دور اتحاد الكوره انا اخلي برنامج على حسن مصطفى دكتور حسن مصطفى في وقت من الاوقات خلى الانديه كلها تلعب بخطه واحد بخطه لعب معينه في الدوري ممتاز علشان خدمه المنتخب يعني خدت بالك يعني فده انا ايه المانع ان انا اعمل برنامج جايبه من الاتحاد الدولي من لجنه فنيه للاتحاد الدولي برنامج بدني ويجي لي خبير من بره يعمل دراسات للناس فانا ضمنت هنا ان ده على سبيل لان في انديه ما عندهاش امكانيات ان تعمل كلام ما انت لما يجي طفل موهوب في مركز شباب صغير ولا في اي حاجه مين هيعلمه حاجه ولا يديله حاجه وكل مواهبنا ممكن تظهر المواهب دي تظهر بقى في النجوع في الكفور على فكره 80% من مواهبنا في الرياضه وغير الرياضه ما بنشوفهاش لانها ما مارستش اصلا. طيب دور الاعلام الرياضي في ده، حضرتك فكرتني بالحديث عن الكابتن علي ابراهيم الاهرام الرياضي قد ايه كانت بتلقي الضوء على هذه المواهب والابطال اللي بيمثلوا مصر دوليا في اكثر من رياضه مش بس في كره القدم. دور الاعلام الرياضي هل الرساله دي لسه موجوده وكما ينبغي في الاعلام الرياضي المصري ولا لا؟ لا مش موجود. المساله دلوقتي بقى خلاص يعني الموضوع بقى يعني زي بقول لك فرغوه من مضمونه يعني لا مش موجود. طب وبعدين محتاجين ما هو ما انت انت يعني احنا كبلد رسميا وشعبيا واعلاميا بنتعامل مع اللعبات الاخرى انهم جايين مع العفش كراكيب يعني دي حاجه كده يعني ايه كوز وحله وبتاع كده جنب الكوره وكانه لا يوجد وبعدين الكوره اصلا احنا ماشيين بيها غلط يعني عاملين فيها حاجات مش الصح فده موجود لما نصلح الكلام ده ونعطي
مساحة في الإعلام للعبات الأخرى، يعني فين المساحة اللي اتخذت لكرة اليد إعلاميا؟ خدت بالك؟ ومش المهم إن المساحة، المهم إن الناس تعرف إن اللي اتعمل ده. الناس بعد الماتش ما خلص زعلانين إن ما طلعناش السابع، يحمدوا ربنا مع لأنه مش عارف. فأنا لازم أفهم، لازم، ما هو لاعب الكرة اليد لما يبقى عمل ده وكان ند في البطولة دي كلها والكلام ده كله، وهيقول لك شفتهم كانوا كسبانين 3 ودخل فيهم 6، يا عم انت اهدى شويه، ده احنا كويس ان احنا عاملين ده مع الناس. لازم تعرف مقومات كل فريق كان مين اللي هيعرف الناس الا الاحلام. مين اللي هيعرف احنا بقى ازاي النهارده ان ولادنا يبقى النهارده عندي ناس وعندي اهتمام ان انا اوفر ملاعب مخصوصه لكره اليد وملاعب مخصوصه للكره الطايره وملاعب مخصوصه ما عندناش ده. محتاجين المساحه دي تبقى موجوده مره ثانيه في الاعلام الرياضي، المكتوب والمسموع والمقروء. كله يعني نخلق ده. احنا السكواش، ايه اللي عمل للسكواش الهزه كبيره اللي رفعت سكواش مصر وخلت كل الولاد سكواش يلعبوا بطوله يعني تفك بطوله يعني خدت بال حضرتك؟ بطوله اتعملت كويس، واتعملت كويس يعني بشغل ناس ومجهود ناس وفكر ناس، ما فيش حد يقدر يعمل حاجه لوحده. عملنا تجارب تانية يا استاذ ابراهيم، كاس العالم للشباب في كره اليد كنا بدانا نعمل اهتمام واضح جدا واحداث دوليه مهمه في مصر لرياضات اخرى غير كره القدم. مش ممكن نكرر ده؟ مش ممكن نرجع بقوه للكلام ده؟ هو عشان ترجع وتعمل منتخب تاني يفوز باول عالم ده لازم، ولا زي ما بقول وماذا بعد، لازم يبقى عندك عدد كبير بيلعب. انت النهارده عندك قرب 5000 مركز شباب، في 1000 ملوش ملاعب، قول عندك 3000 ملعب اللي هو الملعب الخماسي ده، اعمل احصائيه كده وشوف لي مين بيتلعب عليهم. حتى كلهم بيتلعب عليهم كوره، مفيش حاجه بتلعب عليهم كوره تانيه. طبعا كان المدرسه زمان هي اللي بتصنع ده، المدرسه ما عادش فيها ده. النهارده اللي شايل الشله دي الانديه، فالنادي النهارده هو على القطاع اللي عنده اللي هم من اعضائه وحد من بره من القطاع الصغير ده بيحاول يخلق اللعبات التانيه والكلام ده كله. فالنادي شايل شله مش بتاعته وتقيله عليه قوي وصعبه عليه قوي. كانت المدرسه هي اللي بتعمل، هي اللي بتكتشف الموهبه وهي اللي بتنظر له المسابقه. كان دوري المدارس زمان السعديه والتوفيقيه والخديويه اقوى من الدوري الممتاز. يعني السعديه والتوفيقيه الخديويه لما كانوا بيلعبوا كان بالظبط زي كانت اهلي وزمالك كده. فين ده؟ فالنادي دلوقتي عنده، وبعدين ازاي نادي يتحمل يعمل 30 لعبه؟ يعني ازاي؟ فاحنا المساله فيها لخبطه شويه. والانفاق على ال 30 لعبه من ايرادات كره القدم؟ لا وبعدين قاعده الاختيار بتاعتك صغيره وقليله. طيب الرياضات الثانيه بنسمع كل نادي، انديه حتى عندها بعض الامكانيات بتحاول تشترك مع بعض الشركات او الكيانات الاقتصاديه انها ترعى وتعمل سبونسر شيب للرياضه او لبطوله ما غير كره القدم، بيلاقوا صعوبه شديده. ويوم ما بيحصلوا على راعي بيبقى الرعايه حتى اقل من حجم النفقات البطوله. نغير ده ازاي؟ انا اشوف عشان نغير المسائل بتاع دي ويبقى اللعبات التانيه ليها تانيه. يعني احنا التاريخ بيقول لنا والهيستوري بتاعنا بيقول لنا ان احنا عندنا جينات بطوله في مصارعه ورفع اثقال. احنا ابطال، احنا ملوك الحديد في العالم من 28. اللي حصل في الحديد تحديدا لما نعمل، انت كانت اللياقه الفطريه، خضر التوني ومصباح وغيره وغيره وغيره، كانت اللياقه الفطريه. وكان التدريب ساعتها بسيط جدا، مش متقدم. لما ابتدى يبقى في تقدم بقى في بدايه الخمسينات، في تقدم علمي في التدريب، واحنا وقفنا للعبه مين اللي هيفكر في الحديد ولا بتاع، وقعنا تمام. انما احنا عندنا السمات اللي مولوده اللي تصلح للبطوله، لبطل في رفع الاثقال، في رفع الاثقال، في المصارعه، في السكواش، في السكواش عندنا واضح. عمرو باشا من 39 عندنا ده. المدرسه خلي بالك النهارده المدرسه فيها 22 مليون. تخيل 22 مليون دول محرومين من 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 الرياضه. طبعا احنا كنا عاملين حلقه فاكر من عن من فتره حوالي شهرين او حاجه كنا بنتكلم عن الرياضه. يعني بعد الرئيس ما قال ان احنا عايزين التربيه الرياضيه او التربيه تبقى ماده اساسيه في المدرسه وبقى فيه اهتمام والكلام ده كله، ففي فهم خاطئ في المساله. النهارده المدرسه انا ما اقدرش اعمل التربيه الرياضيه لا اللعبات باسكت وكوره دول تبقى هي الماده الرئيسيه، لان في هنا عنصر الموهبه. طب ولد موهوب في الكوره، ايه ذنب اللي مش موهوب؟ لانه مهما يلعب مش هيبقى زيه. انما انا مقصود ان التربيه الرياضيه تبقى ماده اساسيه لا التربيه البدنيه، اللي هي ان انا ابني جسم الانسان. ما هو لازم نعمل ده عشان بلد، عشان وطن، لان انا ببني 22 مليون هبني جسمه.
لان هو الولد صغير وربنا خلق انسان في احسن تقويم وساب للبني ادم بقى هو يكمل نفسه ان هو يهتم ويمارس ينمي حركه قدراته وينمي قدراته البدنيه. الانسان ما عملش ده عمال يخترع حاجات تموت له قدراته البدنيه. دلوقتي اصبح الانسان متهشتك يعني ما عادش يطلع سلم في اسانسير، ما حتى ما بيقومش يغير تلفزيون بقى في ريموت كنترول مدلع نفسه. المساله دي بتنعكس. تخيل انا بقى لو انا عملت خدت الولد ده من 6 سنين لغايه 18 من اولى ابتدائي لثانويه عامه وابتديت اربي له عضلاته ومفاصله وعموده الفقري وكذا وكذا، تخيل انعكاس ده على الوطن يبقى شكله ايه. تخيل ان عندي 22 اجيال طالعه هو ده المواطن الصالح. دي اشكاليه عالميه يا استاذ ابراهيم. التكنولوجي التكنولوجي دلوقتي في صراع مع النشاط والحركه بس رغم فوائد التكنولوجيا لما ده هو الانسان عدو نفسه. انما بره حريصين على اولادهم. احنا المسألة بالنسبة لينا حتى الكلام وتوجيهات الرئيس في هذا الموضوع بيغيروها. يعني انا قريت خبر من كام يوم بيقول ان وزارة التربية والتعليم عايزين وزير التربية والتعليم يقعد مع وزير الشباب عشان ملاعب مراكز الشباب عشان الباسكت، وانا عامل المادة الاساسية باسكت وفولي. لا ده انا ببنيه عشان الولد ده يبقى قادر على انه ينتج وقادر على كذا وقادر، ولو طلع موهوب ده هيبقى هايل طبعا في الرياضة. والبنت دي بأهلها ازاي تبقى ام وازاي تشتغل وتبقى ام وازاي ده كده، هو ده المفهوم. لكن هنا حضرتك بتقول لهم الرساله المنهج هو التربيه التدريبات البدنيه وليس التربيه الرياضيه. مش رياضه معينه هيعملوا برضو اللي عايزين في اطار الهرتله اللي بتتعمل، انما هي التربيه البدنيه وده اللي مهم. لو انا عملت التربيه البدنيه دي ماده اساسيه في المدرسه انا بقى لما يجي ولد موهوب في الرياضه هيطلع هيبقى متاسس. انا خلاص ما يهمنيش بقى ان انا البرنامج البدني اتعمل صح ولا غلط، لان انا اسسه من الاول بنيت له عضلاته الصح، لان الولد في سن 6 سنين انا بنمي له مجموعه عضلات بطريقه معينه. كلام حضرتك المهم هنا زي ما حضرتك بتقول هو التطبيق التنفيذ، مش ان انا يعني احط منهج في كتاب اسمه التربيه البدنيه مثلا اولادي يمتحنوا فيه وهم فعليا ما اتحركوش وما مارسوش رياضه. هو تربيه بدنيه احنا بنمتحنوا فيه عملي في ايه؟ ان انا بيعمل ضغط هيعملها 10 مرات ياخد النمره بتتقنن يعني بتتعملها نظام. بنميت له عضلات البطن بشوف يقدر يعمل تمرين بطن قد ايه؟ بنمي له عضلات الفخذين بيعمل تمرين فخذ قد ايه؟ في النظري بعلمه بحاول اعرفه على الجسم ده من السن الصغير لغايه ما يكبر بقى ياخد فيزيولوجي وتشريح مبادئ الفيزيولوجي فيعرف جسمه. لما يعرف جسمه ويلاقي عضلاته بتكبر والكلام ده لا يمكن هياخد ترامادول ولا يمكن هينحرف ولا يمكن هيروح في اي سكه غلط، وساعتها هتلاقي البلد دي حتى لو اتعود لو مش بيشارك في فريق زي ما حضرتك قلت حتى لو قطاع الممارسه لو اتعود انه بيروح يلعب رياضه مع اصحابه في النادي بيجري او بيخش الجيم بدل ما بعد هو لما بيعدله جسمه ده يلعب بقى هو عايز يلعب اي لعبه يلعبها فني يلعب اعمل له مسابقات في اللعبات دي، مش عايزه يبقى بطل، البطل للموهوب، التاني عايزه يمارس كل اللعبات وينبسط ويعمل، لان انا عايزه يلعب لانه لما بيشارك في لعبه جماعيه بيتعلم يبقى كائن اجتماعي مش كائن منعزل كده. عموما احنا ان شاء الله الموضوعات والحديث الشيق ده يعني له يعني ان شاء الله نستكمله في الاسبوع القادم في نفس الميعاد مع حضرتك، وافاق الحديث مع كاتبنا الكبير والناقد الرياضي والاعلامي الكبير استاذ ابراهيم حجازي. الحديث لا ينتهي مع هذه الشخصيه الثريه، وبنسعد بوجود حضرتك معانا باذن الله يبقى لهذا الحديث يعني بقيه ونتجه في اتجاهات كثيره جدا في مجال الرياضه على مستوى التطوير محليا وعلى مستوى قدرتنا على التواجد والمشاركه دوليا. بس في حاجه اعضاء النادي الاهلي انا طرحت طرح عايز اسمع رد الفعل. رد الفعل زي كيف يمكن لمجتمع بينتمي الكيان يبقى ليه دور تجاه المجتمع تجاه الوطن؟ هنطرح السؤال ده بشكل مستمر وعايزين نشوف عايزين نشوف وده الكلام ده طرح بطرحه على اعضاء النادي الاهلي. لو في اي نادي تاني بيعمل هذا الكلام انا وهتابع ده حتى لو عملوا ده، بس ما ينفعش ان انا بخاطب ده وبخاطب اعضاء النادي الاهلي يعملوا حاجه وانه ما تجاهلوا، لان انا واثق ان هم هيقولوا افكار هائله وواثق ان احنا بننقل الموضوع وننقل الحكايه لافاق اكبر واكبر واكبر. وهنرجع للمقترح ده ورد الفعل والاجابات اللي هتوصل لنا ان شاء الله على فيسبوك وتويتر من اعضاء النادي ومن الساده المشاهدين، وهنناقشها مع حضرتك ان شاء الله في الحلقه ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده الكاتب الكبير الاستاذ والاعلامي الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي، شكرا جزيلا لك. شكرا. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لنهايه هذا اللقاء، اول لقاء لنا وهيتكرر هذا اللقاء دوريا باذن الله كل يوم احد
في تمام السابعه مساء بتوقيت القاهره على شاشه قناه الاهلي مع الناقد الرياضي الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي. شكرا لحضراتكم على المتابعه، ولكن فقراتنا ما انتهتش. بعد الفاصل ابقوا معنا وتابعوا اللقاء الشيق ان شاء الله اللي هيقدمه زميلنا امير هشام مع الكابتن عمرو جمال، واحد من نجوم الفريق الاول في كره القدم في النادي الاهلي. خلونا نشوف هذا اللقاء بعد قليل.